اسمي سامي كليب بعد النصف قرن بطلت عد عمري والمهنة إعلامي وكاتب سياسي وأدبي وأستاذ جامعي عرف عن حالك بكلمة صوفي ما مش متعلق لا بالمادة ولا بالشهرة ولا بأي شيء سر السعادة أنك تكوني مقتنعة بما تفعلين وقنوعة بحياتك وطموحة إلى الأفضل وتعتبري أنه كل مشكلة لها حل أحسن صفة فيك إني مرح. <applause> <applause> أسوأ صفة فيك. اللي طول لأنسى الشر من الآخرين. مثالك الأعلى بالحياة. مثالي الأعلى بالنضال السياسي مثلاً نيلسون مانديلا، مثالي الأعلى بالشخصي هن أهلي. مقولة بتآمن فيها. اتقي شر من أحسنت إليه. <applause> مثل ما <بيأمرها>. هذا <applause> <applause> اه هيك هو <applause> ما بقول احسنت لكتير ناس بس بقول انه في ناس كثير كنت بتصور انه رح يكونوا اكثر وفاء مما اثبتوا مين له فضل عليك؟ ربنا وضميري واهلي بالدرجه الاولى خطا ارتكبته اني اشتغلت بمهنه بعدين اكتشفت انه يمكن الفساد فيها أكثر من أي مكان آخر تعرضت لكثير رشاوى من رؤساء دول من أمراء من مسؤولين أقرب شخص لألك؟ كصديق صعب كحبيب كمان أصعب قلبك عم بدق سامي كلاب؟ إيه أكيد مين؟ بدي أعلن لك عن اسم الشخص السيدة اللي بحبها يعني صعبة أحلى هدية تلقيتها أحلى هدية تلقيتها من أيام قليلة هي علم لبنان مشغول بالصابون بخان الصابون أكلتك المفضلة المجدرة وسلطة بطبخ العربي وبطبخ الإيطالي وبطبخ الصيني وبطبخ الياباني اللي بدك حتى أكلات في ناس ما بتعرفها رح أعزمك شنو بتطبخ باستا؟ ايه بطبخ كل شيء اوكي لكن بقبل كيت فرح لما ولا مره بكيت فرح بس فرحت كثير بحياتي باشياء كثيره كيت حزن لما لما يعني فقدت والدي بلحظه دراميه كبرى وفقدت والدتي فيما بعد وهيدا الدمع بيطلع من العيون بس بيطلع اكثر من القلب من جوا والدي استشهد بالاجتياح الاسرائيلي بقذيفه مزقت جسده أمامنا كلمة ما بتنسيها بحبك <applause> مين؟ في أحلى من هيك <applause> مين قال لك ما رح أقول شو مجنون أنا <applause> قلت لك بحبك؟ أكيد من مين بتعتذر؟ بعتذر من والدتي لانه كنت حابب ابقى حدا اكثر بس الشغل اخذني والسفر اخذني والمهنه اخذتني على شو بتندم؟ اكبر ندم اني مره اشتغلت بمحل وما كنت حابب اشتغل فيه وين؟ <applause> <applause> بعدين بالحلقه بخبرك <applause> رح تندم انه شاركت بالحلقه؟ متوقع من هالحلقة يكون فيها اسئلة عميقة على مثل ما انت معودة وهادئة ومحترمة ويكون فيها شيء كمان بيفرح الناس وبيسلم. مساء الخير، أعلام سامي كلاب ضيفنا بحلقة الليلة نقلت على الأو مثل ما ورد بالاعلان ايه كل الناس سالوني بس أم. حطيتي الاعلان انه نقلت على الاو تي في فانا ما جاوبت خلينا نعملها مفاجاه اليوم بقيت تيزنج ايه هلا المهم انه بالاو تي في ضلوا بالاو تي في ما ينقلوا على محل ثاني ليه حاسس انه معقول ينقلوا؟ يعني لازم يتحسن وضع الناس اللي بيشتغلوا بالاو تي في ان شاء الله بيتحسن وضع بيتحسن وضع كل القطاع الاعلامي حاليا ايه قد بيعطوكي معاش بالاو تي في؟ اه هيك مبلشين <تصفيق> <تصفيق> ولا ببلاش؟ او لك شو؟ لا مش ببلاش 200 دولار 300 دولار اكثر 500 دولار أكثر. ألف دولار انا بالنسبه لإلي اذا 1000 دولار خليكي ما حدا بيدفع 1000 دولار لا تقول انا شو ما كان المعاش بالنسبه لإلي ما بيكون كافي على الجهد والكواليتي اللي بقدمها فشو ما كان السالير هون او غير محل ما راح يكون عم باخذ فكرت بدك تقولي لي كرمال النضال انه لا, شو لا خاص دل. دل. شو خص النضال شو خص النضال بالشغل على جهدك وتعبي انا كثير كتير أنا كتير بروفيشنال بفصل بين السياسه وبين الشغل وبين على جهدك وتبعك يعني جهدك تبع هالبرنامج و وتبع جهدك اليومي اللي بتعمليه من شان البرنامج عن جد لازم تاخدي يعني مبلغ كثير كبير انا باخذ فيدباك الناس بس يكون البروجرام كثير حلو فبعتبر اخذت حقي آه ليلى رح نشوفك بعده فينا نكمل الحوار <applause> ليلى رح نشوفك حسيتك معود انه انت تكون عم ليدنج الانترفيو تحاول والله انا بس بكون مع زميل منك قادر تطلع منه مع زميل بنسى مين المبلش ومين اللي بيخلص خلص ما هي الجلسه هلا كانه قاعدين بالبيت وما حدا عم يحضرنا وليلي رح نشوفك طب وين هالقهوه وين النسكافيه؟ ما شربت قهوه طب قهوه مره ثانيه ليلي رح نشوفك بعدة مواجهات مان تو بأسئلة من زملاء وأصدقاء لإلك، رح نشوفك بمواجهة مع ضميرك، أوف. وايضا رح رح نتخيل بفقره جديده لهيدا السيزون انك عم تحكي مع الله وفي مسارحه بينك وبينه أوكي. ردي حلو مشاهدينا مثل ما شفتوا الحلقه هي لايف بطلب من الأعلامي سامي كليب ففيكم تكونوا عم تطرحوا لي كل الاسئله عبر هاشتاج احسن اللايف بتعرفي ليش احسن ايه لانه انت جربتيها كمان اللايف انه بضل الواحد متاهب متوثب اذا كان <applause> الضيف ولا المضيف وتاني شيء ما بين اس بعدين ومنشيل ومنحط وبصير انت بتصيري مستحيه من الضيف بيقول لك هي القصه حكيتها بلاها لا انا اللي بيطلعوا كدا. معي بيعرفوا انه ما بنقص اس ايه ما في ايه بيختار للاسف اه لا عم تقلي انه ما عندك ثقه فيا لهيك طلعت لعب اول مره بعرفك فيك شو كيف بدي اقول أنه السبب انه اشترطت تطلع لا سالت عنك ولا عرفت عنك شيء بلكي بقى يعني. <applause> خايف من المونتاج؟ طبعا شو طبعا آه. لازم لازم واحد يخاف من المونتاج اليوم يوم الاعلام ما ثلاثة ارباع وصار للاسف الشديد انت بتعرفي وين صار صارت كيكين ودواعي شو كل واحد حدا بيدفع يعني على البيرول انا قلتها مره بدي اكررها عندك اذا بينفتح ملف الاعلاميين جديا حول مم. موضوع الفساد والرشوات والبيرول بيصير فضيحه عنا بالبلد مم. لانه رح تكتشفي انه في كتار على البيرول تبع شركات وتبع أجهزة أمنية وتبع سياسيين وتبع كذا بس بيفضل أنه بعدنا نحن بهالبلد منارة بالإعلام وفي حرية إعلامية بنفتخر فيها وفي كتير إعلاميين عن جد بيتعبوا كتير وبيجهدوا كتير حتى يقدموا مادة منيحة وشفنا بس يتحرك الشارع كيف بيصيروا بيضحوا يعني بحطوا حياتهم بريسك كبير بخطر كبير وبينزلوا فما ما بدنا ننسى هيدا الجانب بس هلا البعض نزلوا يمكن بنوايا حسنه والبعض كانوا داعيين للتغيير بس البعض يمكن كانوا عينهم على مناصب ايه ممكن 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 بس انا شفت يعني حتى وقت اللي عم يتحرك شارع بكل ظروفه يعني ان كان انتفاضه او ثوره او وضع امني او هيك بتشوفي مجموعات من الصحفيين لما ضرب الارهاب حتى كمان لبنان يعني مم. ايه بتشوفي قديش في ناس هيك بينزلوا عن جد بحماسه كبيره وانا بقول معلش لو بلشنا بهالشي بالبرنامج انه كمان بدك تدعمي الاعلام بلبنان لانه نحن الصحفيين بلبنان خصوصا الاجيال الجديده اللي في كتار منهم ما تدربوا وبيزتون ببوز النار مثل ما بيقولوا بلا ما يكون عندهم حمايه ما عنده ضمان اجتماعي ما عنده طبابه عندنا النقابات الله يساعدها مش قادره تقوم بحالها وبالصحفيين بس الصحافي لازم يكون عنده ضمان اجتماعي ولازم يكون عنده سند يعني والله بكره بيجي صاحب المؤسسه ما عجبه شكلك ولا ما عجبه ثيابك ولا ما قبلتي معه بقصص مثل ما بيصير بكثير مؤسسات مم. للاسف فبيحطك برا شو حمايتك يعني هل النقابه عم بتقدر تدعم طب اذا دعمتك وشالك وين بحطوكي؟ بعدين لازم يكون في نهايه خدمه، لازم يكون في اذا واحد طلع على البطاله بمرحله معينه ما ينقبل انه صاحب مؤسسه او سياسي او كذا يزل صحافي ما بيصير بعدين انا بدي اقول شغله اسمحي لي هيدي احلى رساله اللي كنا عم نبدا فيها ايه حلقتنا حلقتنا بعدين في شغله كثير مهمه آه سمر وانا بنتبه لها دائما على التلفزيونات عندنا بيبقوا مثلا طالعين من اجتماع نواب او وزراء او سياسيين وبيكون ثلاث ارباعهم يعني اسمحي لي فاسدين وهالصحفيه يا حرام لحقينهم بالميكرويات يا خي يجي هو كمان ليش انت كصحافي بتتعب على شغلك وبتهلك لتاخد راتبك بيجيك واحد مرات بيكون طرطور وقال نازل بيبقى بتطلع فيهم من من ورا كتفه يعني انه ليه ما لازم يردوا عليه انا برايي لا يوقفوا مثل رحكي. ما بيعملوا وين ما كان يوقفوا يعملوا ستاند ويجي السياسي يحكي معه لشو بيضلوا راكدين وراه يعني م. رح نحكي بكل هيدا المواضيع إيه. من الاعلام للسياسه لحياتك الشخصيه بهيدا الحلقه اذا بتحكيني عن حياتي الشخصيه عرف عرف بحكيك عن حياتك الشخصيه كيف بتبصر ليه بتعرف حياتك الشخصيه بعرف سالت كل شيء على اساس ما سالت <applause> لكن رح نشوف باخر الحلقه والمفاجاه باخر الحلقه انه رح نشوفك بقول ما تقولي انه رح نشوفه عم يعزف عقالي رح اسالك لا بس اخر الحلقه، لكن خلينا نبدا باول فقره هي رح تكون ومان تو مان مع سيده وزميله عندها سؤال لك، بدي اطلب منك تتطلع بكاميرتك رح نشوفك ومان تو مان مع الاعلاميه وين سامي كليب شهادتي فيك مجروحه انت اكثر من زميل انت خي وصديق وانا بفتخر بانك بكل طلعة تلفزيونية بتعمل فيي إشادة أنا بعتبرها شهادة هيدي بفتخر فيها وبشكرك دايماً عليها. سامي بدي اسألك، عشت حوالي 30 سنة بفرنسا، اشتغلت كمراسل للإل بي سي أي، لجريدة السفير، بالإعلام المكتوب والمرئي وانتقلت إلى قناة الجزيرة ورجعت على لبنان واشتغلت بالميادين وهلأ وصلت على تلفزيون الجديد. بالإضافة طبعا لعدد من الكتب اللي كتبتها ونشرتها سامي كليب وين بيشوف حاله رح يتقاعد بالإعلام المرئي المكتوب ولا رح يرجع لكتابة الكتب وين رح يكون بنيحة ولا بيرجع على فرنسا وبدي أسألك شو اللي ردك على البلد بهالوضع اللي نحن فيه كل العالم عم بتفل انت رجعت وبقيت شو اللي بخليك تتمسك بلبنان؟ شوفي اول شيء خليني احكي كلمتين عن زميلتنا الكبيره هدى تحيه آه هدى اول شيء على المستوى المهني حرفيه درجه اولى هدى ولا مره بينت هي مع طرف ضد طرف هدى بتحترم المشاهد وبتحترم نفسها حجم المعلومات اللي بيكون عندها نادرا اعلامي بيكون عنده وهي تخرج منه ما يليق يعني كان ممكن حدا غيره عمل مليون فضيحة بالمعلومات اللي بتعرفون اثنين على المستوى الشخصي أنا بحسها أيقونة من أيقونات الإعلام وراهبة على المستوى الشخصي بصبرة <متعلن> بنضالة صبر استثنائي اللي صار مع هدى نادرا صار مع إنسان ودايما بتشوفيها الابتسامة على وجهها <متعلن> يعني مش هينة ال... الكانسر اللي فاتت فيه وطلعت منه وعملت كتاب هالصبر هالجلد حياتها من قبل كمان كيف وحياتها الشخصيه م. انا هدى انا بالنسبه لإلي وبالنسبه لعائلتي بالنسبه لخيي وكذا هي اخت يعني انا ولا مره يعني بخاف عليها بسال عنها بسمع انه مرضت مرات كانت بحزن من نص قلبي وبس شوفها هيك مشعشه على الشاشه بفرح فيها وهدى من النوع وين ما بتحطيها بتنجح يعني حطوها بالبرامج نجحت م. بالاخبار نجحت انا بس بدي صدق خبر بفتح لشوف اذا هدى بالشارع عم بتغطي شيء او برئاسة الجمهوريه او باي مكان لاقول انه شو ما بتحكي بصدقه وهيدي ايقونه ووسام على صدرنا نحن كصحفيين لما بنلاقي زميل حافظ على شرف المهنه وعلى اخلاقيه المهنه وبقي هو محترم كل هالفتره فانا بدي ليه رجعت جاء... على لبنان؟ لها اكيد ب... بدي وجه لها تحيه كبيره ولا لها قد بحبها لهدى انا وهذا حب قديم متجدد دائما مع الوقت يعني صرنا سنوات كثيره بنعرفها ما بدي كبرها لهدى انا كنت احملها <تصفيح> <applause> <applause> هي وصغير. اوكي زبط زبط اول شيء عم تسالني هي انه وين بتشوف حالك بالاخر؟ انا بشوف حالي ببيت قروي صغير مليان كتب وفي بعض الات الموسيقى وفي ربما شاشه سينما لانه بحب السينما وفي حيوانات بسيطه يعني بس بدون ما قلت لك وين رح تتقاعد بالعمل يعني اخر ما رح, آخر رح آه بدون ما ادبحهم للحيوانات بس بجيبهم ليكونوا موجودين ممكن اكل بيض ولبن وحليب بس بدون ما ادبحهم بالاخر فانا بلاقي حالي عم بعمل كتب أكثر من شيء ثاني وبلاقي حالي أنت سألتيني بالأول أسئلة إنه أنت كيف توصف حالك؟ انا فعلا بحس حالي صوفي يعني عندي كثير من الروحانيات الداخليه وما اغتريت لا بالمجد التلفزيوني ولا بالشهرة أنا بمارس حياتي بشكل عادي بتحس, بتحس وصلت لأنه هالقد أنت بتقرأ كتب يمكن قارئ كتير بسيكولوجي وفلسفة يعني هيدا الوضع اللي أنت وصلت له يمكن لأنه كنت تقرأ كتير ليك سمر هو اللي بيكبر راسه بتكبر الخس براسه بيكون بشكل عام جاهل لانه انت وقت تصيري بتعرفي اسرار هالكون كله اللي حوالينا دقه هالتفاصيل بالنجوم بالقمر بشراييننا بالانسجام بانه النبات بيشعر وكل شيء حوالينا بيشعر وبيحس فبتصوري بتشوفي عظمه هالكون بتحسي حالك انك انت فرد صغير ما له اي بس قيمه تشوفه صغير إيه مش بس هيك تشوفي حالك صغيره بالدرجه الاولى بس بتكبري بعظمة الكون اللي حواليك بس شوفي هالناس اللي مرقوا بحياتنا نحن على مدى قرون هالعظماء شو بقي منهم يعني يا السمعة المنيحة أو السمعة السيئة أو إنتاجهم اللي صار بس بحياتك العابرة اللي هي ما بتحسي كيف مرقت هاي الحياة أنا برأيي أنه هيدا وهم الشهرة والمال والتجميع وهالجشع سلطة. بالحياة ما هيدا بيقتل روحك مشان هيك لاحظي سمار أنت وقت اللي بتروحي بتمشي بالطبيعة تحسي حالك أقرب لروحك ما أنك تكوني بالمدن يعني أنا عشت كل تفاصيل الحياة بكل أنواع عشت بأفخم أوتيلات وطلعت بأفخم طيارات وعلى البزنس وعلى الأفير وعلى كذا ويمكن بأفخم أوتيلات سكنت فيها وعشت تحت خيم بالصحراء مثلا وقت كنت روح على أفريقيا أو على الصحاري المغربية فكنت عيش اذا بدك روح الحياه اكثر وقت بقرب للطبيعه وقت اللي تحت شجره انت تخيلي حالك قاعده تحت شجره وحدك نهر بتحسي روحك اصفى الانسان عاش بالاوهام وبيكبر بالاوهام وبيصير مشان هيك انه بيتقاتلوا على المناصب وانه بيغشوا بعضهم وبيفسدوا ضد بعضهم هيك انا ما ما تعلقت بالقشور يمكن من اول نشاته الواحد بيكون هيك يمكن مثل ما عم بتفضلي القراءات كمان بتزيدك لانه الانسان قد ما بيقرا إيه يعني. بس قد ما بتقري بتحسي حالك جاهله يعني انا كل ما بقرا كتاب بقول اوف قديش بعد بدي لصير اعرف تقرا اوقات 11 ساعه بالنهار مش اوقات معظم الايام اذا ما عندي شيء انا من وقت البوعه لمرات لوقت اللي أو بتغدى أو بظهر شوي بس ممكن اقرا متواصل 11 12 ساعة وربما أكثر يعني فبس بمتعة قالت لك يعني. ليه رجعت على لبنان بوقت الكل عم بيفلوا؟ ايه بأسباب كثيرة بالواقع أنا بعدت كتير عن أهلي وبعدت كثير عن والدتي اللي كانت مريضة وبنفس الوقت إنه عشت ما يكفي بفرنسا وتعلمت منها كثير وعطتني كثير يعني فرنسا كمان كانت عن جد لما عشت فيها أم حنون بالمعنى إنه أنا فليت من حرب من ويلات من دمار من قتل رحت درست وتعلمت واشتغلت وصار عندي اصحاب ونجحت والله يعني يمكن كمان انا بقول دائما رضا الاهل ورضا ضميرك وقبلهم رضا الله لما انت بتؤمني دائما بداخلك باراده قويه انك رح تنجحي بتنجحي لما بتؤمني انه بدك تفرحي بتفرحي لما بتؤمني انك بدك تغلبي على مرض تغلبي على مرض انا بقول كل شيء بهالحياه قرار اذا نيتك صافيه فانا عشت بمجتمع يعني اخ اعطاني قد ما انا تعبت مش مثل مجتمعاتنا للاسف يعني بحطوا الرجل غير المناسب بالمكان غير او المناسب فليش رجعت لانه حسيت بلحظه معينه طب انه انا عندي كل هالخبره وتعلمت و... و... واخذت شهره كبيره ب... بالمجال الاعلامي طب حان الوقت انه ارجع بين اهلي وبارضي وعيش بين تحت اشجارنا وبنفس الوقت عيش مع والدتي قبل ما تتوفى كانت ويا ريت عاشت اكثر بعض السنوات وبنفس الوقت انه تنقلي هالخبره لجيل جديد وترجعي تعتزي ببلدك، نحن بلدنا ما في اجمل منه وانا بقولها بلا مغالاه ما في اجمل أصلاً من أصلاً انت برمت بلدان عده ايه طبعا من بعد ما شفناك مع هدى شديد ومن ثمان ايضا في سيده عندها رساله لك وهي صديقه أكي. مفروض طلع عليكم صوت وصورة بس لأني بالأسود لكم العمر بكتفي بالصوت بالندوة اللي أطليت فيها معي دكتور سامي بس على السبيس سألك أحد المشاركين هل حاربك قادة الدروز كشخصية بارزة لكنك بلا باقة هربت من الإجابة كالعادة أسألك الآن أنا الدرسية هل يكرمك أهلك المملوكين من السادة كما كرمك العرب من المحيط إلى الخليج إلى كل الإغتراب العربي في أصقاع العالم أرجو أن لا تلعب بالإجابة شكرا تعرفي من لا لا ابدا بتعرفي اول شيء نضال صديقه عزيزه و... وقديمه يعني انا م. ونضال يمكن كمان بلشنا المشوار سوا واشتغلنا بظروف صعبه ونضال تعبت على حالها وصلت وبجهد شخصي وعصاميه بالدرجه الاولى يمكن الناس بتشوفها اليوم وانه اذا رديت على مبدع فبينبسط واذا غضبت عليه فبيخاف وكذا بس لو وصلت لهالدرجه هي كافحت وناضلت وتعبت ما حدا فتح لها عمليا وصلت لشي نادر الناس بمجاله وصلوله له وضلت متابعه خط واحد ما غيرت لا بموقفها ولا بسياستها ولا بهيك سؤالا لنضال بحبها كثير كمان آه، ايه معها حق يعني انا مم. مثلا بتكرم تكرمت بكثير دول اخذت جوائز عربيه وعالميه هلا كمان في تكريم لك قاده الراي الاعلاميين آه منظمه المراه, المرأة العربيه المراه العربيه بدي اشكر منظمه المراه العربيه على اختياري انا وشخصيتين سيده من السودان وسيده من المغرب انه اختارونا انه قاده راي بالاعلام للنضال من اجل المراه كمان هيدا شيء مهم انا بعتز بنصفنا الاخر فانا بدي اقول لنضال ايه معها حق لانه انا تكرمت بكثير دول واخذت جوائز بكثير دول اما بمنطقتي اللي هي جبلي لا بشوف بحس بعيون الناس بمحبه الناس كثير كبيره بس كتكريم, كتكريم لا يعني دائما بيقولوا الكنيسه القريبه ما بتشفي ربما هيك وربما في بعض الاطراف ما بتقبل يعني رح نبقى ضمن الجبل بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك لانه بدي اشوفك مان مع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد بيك جنبلاط اذا بدك له اليوم رساله ونحن عم نحكي عن الجبل أوكي. شو بتقول له اليوم لوالد بيك جنبلاط بدي اقول يخلي تيمور جنبلاط يشتغل بحريه اكثر لانه انا بعتبر انه بيعبر عن جيل شبابي وحابب انه يعمل تغيير جذري بس ربما صوره الوالد بتضل هيك إلى وهره عليه مم. فما بعرف يعني انا بعيد عن هيدا الجو بس انا بحس انه اذا فسح له مجال اكثر لتيمور واحيط بعدد من الشباب اللي بيشبهوه وكانوا خبراء بمجالاتهم يمكن يغير كثير من القواعد اللي لازم صارت تتغير فانا بتمنى انه يفسح المجال لتيمور اكثر يعني ايه سامي كليب بفتره غرد وليد بيج بيك جنبلاط انه استقبلك على العشاء وكان اللقاء وديا أيه. واذ بعد الثوره بنشوف إن بلات تويتر شو صار واليوم كيف علاقتك فيه اذا بتشوفه بتسلم عليه والله انا حكيت عن الموضوع وانا قلت انه صار شيء وانتهى يعني عمليا هو قال شيء وانا رديت عليه و يعني انا انا شعرت انه شعرت بالاساءه للامانه ورديت ورديت يعني كمان مثل ما فكرت هو م. اللي شكل مشكله عند وليد بيك جمبلاط يعني هل بيتخوف من صعودك مثلا على الساحه الدرزيه خاصه انك انت شخصيه محببه عند الناس؟ ليك مش قصه بيتخوف انه هو بالنهايه زعيم وعنده شعبيه كبيره واثبت بالانتخابات الاخيره انه يعني ضرب الكل بوجهه يعني عمليا ورسخ زعامته بس هو يمكن ما بيرضى حدا من غير مناخه اذا بدك او ما يكون تحت عباءته عبئته انه ياخذ منصب كبير بالدولة ما بيعتبر يمكن هاي من شروط الزعامه ممكن يكون م. هيدا السبب ممكن لانه شاركت كمان أنه نزلت عملت ندوات كبيره بالثوره وربما كمان هو ناذان على الخلافي انه بعدين المجتمع المدني بالجبل يتحرك بشكل كثير كبير لانه ما تنسي انه هو عنده كذا مشكله عنده مشكله الخلافي ابنه تيمور اللي هو بضل قلق على مستقبله عنده مشكلة أنه في أطراف أخرى ناهضته بلحظة معينة عنده المجتمع المدني اللي عم بيتوسع عندك يعني الإطار الإقليمي مثلاً العام حتى لو ما فاز بالانتخابات بس الرقم اللي حققه لو على غير أنه الانتخابة كان أي أنه ويقام جاب عشر تليف بس, ما... بس ويقام مش يعني منه هالمعارض الشرس ضد دو ولي الجملات لا هو أصحاب معه يعني بيشوفوا بعضهم وبيلتقوا دايما ويمكن هلأ التقوا مؤخرا حسب ما عرفت يعني مش انه والله حامل الساطور وعم بيقطع روس يعني بس, بلحظه يعني معينه ايه تاريخيا كان كان الوضع اعنف بس هلا قربوا وشافوا بعضهم كثير قبل الانتخابات بس انا بتخيل بتخيل إنه لا والله بحكي واقع يعني انه وحتى اذا لاحظتي وقام بالحمله الانتخابيه كان عم بيقول انا حريص على المختاره وحريص على ولي جملات وكذا يعني كان عم بيحكي مثل كانه حدا كثير قريب وصار عم في عم بيخفف اضرار ايه بس بس هو ليش صار الهجوم عليه؟ لانه كان في عمليه شحن اذا بدك انتخابي عاطفي وكان المفترض قال انه وقام مطلع حزب الله ومطلع سوريا على الجبل وكذا وهيك بعدين بيتبين انه بالحمله الانتخابيه مثل ما بيقولوا الفرنسيين الا غيركم الا غير يعني بس كوني بالحرب هيك كل الوسائل كل ايه بس انه مش انه انا ما شفت والله انه يا لطيف وعم بيهدد وعم يرعد وكذا ضد ولي الجملات لا انا بشوف العلاقه بيناتهم منيحه يعني مش بس يمكن كمان يمكن لو كان يجاهر اكثر اذا بدك بالمعارضه الشرسه ربما ما بعرف يمكن كان جاب اصوات اكثر لانه بالاخر ضاعت القصص شوي يعني كان بده يمكن بعد شي 1000 صوت لا ليقدر يخسر ايه بس بس انتبهي بدي اقول شغله سمر وقام كمان يعني اجى من صديق من الطفوله لا مش مش بس هيك إيه طبعا وبحبه كثير بس اجى من عائله يعني عمليا بيو مدير مدرسه و و وشاطر بالقواعد كذا شرح لك يوم باخر حلقه معي بس آه انه بالنهايه عمل خرق آه داخل الطائفه مهم بمعنى انه طلع من محل عادي جدا متواضع اكيد منه ولا ابن بيك ولا منه ابن يعني منه ابن البكوات وابن العائلات الكبرى وكذا وهيك فعمل خط عمل خط منه هين يعني وكمان خاطر بحياته مرات عديدة أكيد رح نبقى بالسياسة إنما مع هالمرة مع الرئيس ميشيل عون قبل أوكي. ما نحكي بتفاصيل المقابلة اللي أجريتها معه خلال الثورة واللي حكينا عنها بالإعلان وقبل ما نحكي عن كثير قصص بعلاقتك معه أطلب منك كمان تكون عم توجه له رسالة للرئيس السابق الجنرال ميشيل عون للرئيس ميشيل عون أنا بتمنى يا جنرال مساء الخير أول شيء إنه عم يقولولي هون الكاميرا مش هونيك <applause> فبتمنى يا جنرال مساء الخير وفخامة الرئيس السابق إنك تكتب مذكراتك وتنشرها لأنه أنا كنت متوقع بآخر العهد عملوا معك مجموعة من المقابلات ومقابلة زميلتنا ندى كانت ندى شاطرة ويعني وعرفت سألت الأسئلة اللي لازم تنسأل بس أنا كنت ناطر أنه تنفتح ملفات يعني أنه لأنك كل عهدك بالست سنين كنت عم بتقول انه صار في ضغوط وما او بهالمعنى يعني وما الى ذلك كان المفترض انه ينقال بالملفات وبالمعلومات وبالوقائع شو اللي حصل فانا بعرف انك بتحب القراءه والكتابه وبتوقع انك تنشر مذكرات يعني لازم هذا واجب وليس ترفا وبتمنى لك تكون هلا عايش يعني بمنطقه مرتاح فيها مثل ما بتحب تعيش مع القراءه والكتابه والجنينه وما الى ذلك طلبت مقابلة ومع تشوك؟ مع الرئيس ميشيل مم. عون؟ اخر عهده؟ ايه طبعا، مثل كل الصحفيين يعني مم. كل معظمنا كان بده مقابلة بس كان وقتها بتصور عندهم خيارات معينة وأنا الأستاذ رفيق شلالة عزيز علي يعني أنا وياه إنه شو رأيك إنه نعمل مم. مقابلة فقال يعني ما كان بيقول لا بس بعتقد هني كانوا متفقين مع زميلتنا ندى أندراوس وبحييها لندى لأنه ندى شاطرة بس ندى بتحبه للرئيس كتير على المستوى الشخصي <applause> بلا بس بتحبه كتير على المستوى الشخصي ف يعني بتصور يعني محل معين زاهرة محل, 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 محل معين يعني م. مثلا ما كان في حشر بالاسئله ويعني انا يعني انا بس كون على الهواء اكيد كلنا كنا بنحب نشوف لا انا بس كون على الهواء بفصل كثير منيح بين الشعور الشخصي وبين الاسئله اللي لازم تنسال آه ندى بعتقد حسيتها حسيت يمكن انا غلطان رغم انه ندى من الشاطرين جدا بالاعلاميين وبعتز فيهم بس حسيت انه بالمقابله مثل كانه اذا بدك بدها تنصف الرئيس بنهايه عم تعطي عهده حقه باخر إيه اكثر ما انه اكثر ما انه بس انا مثلا بعتبر وانا عم بحكي على الاو تي في انه انه انت متوقع من الرئيس عون باخر عهده يطلع مثلا يقول اكس عرقلني هون واجريك عرقلني هون ما معروف انه حيلا شيء رح يقول لا حتى معروف. لو بطل رئيس لا, لا ابدا برتب مسؤوليات يعني انت أبداً تجد أبداً تكون أبداً. عم مش عم تتعرض ليمكن رئيس معين او تذكر شو برتب مسؤولية شو بي... سمر شو برتب مسؤولية الزلمة زلمة بيقول على الشارع الزلمة طلع يعني طلع أنت برأيك بمعرفتك لا هون برأيك هو بخاف يطلع يقول؟ لا مش قصدي بخاف بس ما معروف الوضع بس بدك تفصح... بدك تفتحي له بواب يعني بمعنى هلا ما بعرف إذا المستشارين أشاروا عليه أنه لا ما تحكي شيء وهو الرئيس عون عنيد يعني ما بيسمع لا مستشارين لغيره <applause> بس بس أنا كنت متوقع مثلا أنه طيب خلينا نعرف بهيدا الملف شو اللي صار يحكي هلا يمكن تعبان يمكن الزلمه باخر عهده بده يترك على سلام بس هو طالما يقول هلا انا برايي العهد اخطا لا شك وتعرض ايضا لهجمات كتير خطيره واعاقت عمله اسمحي لي شوي سمر فانا بقول انه هو بنهايه عهد كان كثير منيح انه ينفتح كذا ملف كما ينبغي انه شو صار ببعض اللقاءات ببعض محاضر الجلسات هيك انا بحب انه يصير هلا حوار انا قلت حضرتك انه كان تعبان انا بالانترفيوز يعني هيدا رايي تحليل الشخصي ما بعرف الناس شو ايه. ما شفته تعبان شفته بالعكس رجع نبض لعماد عون اللي كنا نشوفه قبل بالروابط بالانترفيو مع مع ندى بالانترفيو مع ندى حتى خلال زيارته للاو تي في شفناه هون ايه. بس ما بعرف انا تحليلي هلا انت يمكن عندك غير وجهه نظر يمكن تطرق لمواضيع معينه وتسميه الاشخاص اكيد مثل ما قلت لك اذا مجرد تسمي شخص معين ومعروف من الاسماء اللي معقول يكون عم بسميها اكيد رح تؤدي لتوتر حتى لو باخر عهد هلا الجنرال ميشيل عون <applause> بيتردد يقول أسماء الأشخاص انت أشخاص اللي بيقوله بقلب ايه وليه آه اللي, يعني اللي بيقوله بقلب يعني الصالون قادر يطلع يقوله على الاعلام بيقول اكثر منه انا ساليني عنه انا عرفته بايام فرنسا مشكله الجنرال عون وقد تكون حسنه بمحل معين <applause> يعني عند انسان عادي انه هو يقول ما يفكر به يعني ما ما بيقعد بيصير بيصيغ العباره وبدي اقول العباره وكذا بس انا اللي بقوله مش انه تعمل مشاكل انه طيب خلص عهد العهد متهم انه فشل فشلا ذريعا وما قدر يدير البلد وكذا كان مع ذكر اسماء مثل حضرتك عم تقول اما فشل واعترف بالفشل او اذا ما فشلنا خليه يقول انه انا بهي الملفات الاساسيه اللي صارت بالبلد صار واحد اثنين ثلاثه اربعه، ليش اذا بدك مثلا رحنا يعني مثلا انا ليش رحت باتجاه حلقه مع رئيس التيار الاستاذ جبران باسيل؟ لانه كان بدي هيدا الشيء كنت عم تعمل تسلا و... وانا قلت له وبصراحه انا قلت للأستاذ رفيق شلالة وقلت ل... ل... لجبران باسيل انه لا لازم ينحكى أشياء أساسية صارت بخلال هي الست سنوات، هلا أنا تقديري إنه رح تنحكى يوما ما يوما ما بي بس خلينا نكون واقعيين، يعني إذا ما كتب الرئيس ميشيل عون مذكراته وإن شاء الله يعني بيكون عمره 200 سنة طب بعد شوي بصير في حدا تاني عم يروي الرواية مش هو من, من نظر أخرى أنا تقديري هو لازم يروي الرواية، هلا أنا براهن يعني براهن أو ربما بقدر انه بين اللي حواليه وبين شخصيته للرئيس ميشيل عون لابد انه يكون كتب جزء كبير منها يعني، يعني انا مثلا بحب انه حدا مثل زميلنا نقولها نصيف مثل ما عمل مذكرات العديد من الناس انه يكون مثلا عمل شيء معه بتمنى يكون عامل شيء معقول انت ل... تكون عم تعمل لأنه لازم السرعة. نعم. والله انا ككتابه مذكرات صعبه بس انه ك... كحديث تلفزيوني اكيد مم. يعني يعني لا بالعكس وانا عملت معه ح... حديثين ثلاثه للرئيس شوفي انا كنت اخر حدا عمل حديث مع الرئيس عون قبل ما اجى على لبنان بال 2005 ونشرته بجريده السفير وانا صار في كمان اخر حدا عمل معه حديث قبل ما صار رئيس وانا شفته مم. قبل ما صار رئيس هون ووقتها قلت له خلي الناس تشوف فيك جوانب ربما ما بتعرفها يعني مثلا الناس ما بتعرف انه الرئيس ميشيل عون غير السياسي غير العنيد غير المرات بيعمل مشاكل كبرى غير كذا غير كذا بس حدا بيقرا كثير لما عاش بفرنسا هو قري تيارات فكريه كبرى قري علوم اجتماعيه كثير قري مذكرات كثير وبعدين السيده عقيلته نهمه بالقراءه فبس المشكله وين انك انت بنظام لبناني هو بده شيء وخصومه بدهم شيء واصطدمنا فتنا على صدام كتير ضخم فلا شك انه حصيله العهد ما كانت حصيله منيحه بالمقابله بالأسف. اللي اجريتها معه بالثوره شو الاحاديث اللي جرت اذا فينا نحكي فيهم تحت الهواء كيف قيمت المقابله؟ هل قراتها مثل ما الناس قراتها بالشارع؟ شوفي ظروف المقابله كانت شوي معقده يعني اول شيء ليش انعملت؟ يعني انا وقتها حكيتها يمكن قبل مرة انه انا كنت بفرنسا و... وحكاني الاستاذ رفيق وقال الرئيس بده يعمل حوار وحابب انك تكون فيه أنا بالأول تخيلت إنه حوار خمسة ستة ما كنت كتير مشجع، بعدين فهمت إنه رح نكون اثنين أنا والأستاذ نقولها نصيف اللي كتير بقدره وبحبه لنقولها لأنه أو شيء اشتغلنا سوا بالزمان، وثاني شيء نقولها دقيق بالنقل وبالكتابة وبكذا ومحترم يعني شخص محترم، فقلت انا والله ايه ليش لا وجيت وكنت شوي مرشح يعني بفرنسا وكنت نايم فقلت يلا وحجزت بليلتها وصلت تاني نهار وطلعنا شفنا للرئيس وكان على اساس انا كنت كمان عم بنقول هم الشارع لانه انا كنت بالشارع مع الناس وانا حاسس انه في ناس عم بتعبر عن غضبها عن ألمها عن فقرها عن تعطيرها مش كله والله متآمر وسفرات شو اللي أنا فيه شو يلي ما أنا فيه يعني أنت بتعرفه كتير مني حسب ما جاوبتك بعد عم تعمل لي تاس كل الوقت لا بس ما جاوبتك فقلت أنا بدي أنه أقول هم الناس للرئيس خلينا نسمع الرئيس شو بده يقول وانا كان رايي انه لازم يروح باتجاه الناس لانه الشارع ملتهب وشو بدك مم. بهي قصه والله كلهم اتهمون سفرات قصص كلام مم. يعني بلا طعمه، في ناس كانوا مخروقين حتما أكيد. في ناس مخروقين حتما بكل ثورات العالم بصير في ناس مخروقين، بس في ناس انتفضت لانه وصلنا للحضيض عمليا، طيب فانا قلت طيب انا بعرف الرئيس والرئيس بده اعمل مقابله معه وانا بالشارع مع الناس كمان بقدر بحمل بي مو مثل ما سمعتها منهم مباشره، فطلعت واتفقنا انه يكون المقابله اذا بدك جو جوا يكون ايجابي لانه بدنا نهدي كمان انت كاعلامي صحي لوطنك وطنك بالنهايه ما فيك تقولي انا بدي اكون محايد وانه احرق القصه او بروح بصير بهيج لولع الشارع واكثر وزياده لا انا بعرف شو صاير وعارف انه شيل الخطوط اللي بتادي لمحل معين مشان ما اطول عليك فهيك اتفقنا بنص المقابله الرئيس بالاول كنا مبلشين بشكل هادي وهيك بنص المقابله الرئيس رجع لطبعه الاساسي وهو بالنسبه له كان عنده قناعه انه شو ما عمل في هجمه رح تكون عليه مهما عمل هاي الهجمه بدها تستمر. عنده معطيات انه كان في مستهدف سياسيا إيه وعنده معين. تقارير مم. وعنده قصص وعنده كذا وانه هذا استهداف له محل معين فهون راح بمحل ثاني وقال عبارته انه يعني طب شو قال لي طب شو بدي اعمل؟ شو بدك ياني اعمل يا سامي انه طيب يا هني فلوا يا انا بفل فطبعا اتخذت هي العباره وانتشرت كثير وعملت ترندنج كذا و... وعملت كثير ضجه انا بعد ما خلصت المقابله ما حسيت انه المقابله نجحت بالهدف اللي نحن رحنا كرماله حسيت انه لا بالعكس يعني هي هو الشارع بالاساس مأجج وفي اطراف بدها أجججوا والكلام اللي حكى الرئيس طلعتهم آه يمكن انفهم انفهم بغير مقاصده وتأجج الشارع أكثر وسألك إذا المقابلة موفقة؟ وقلت لا وقلت له لا <applause> مش موفقة، إنه كان كان فيها أشياء كتير يحكيها مهمة <applause> بس نتيجتها انه نحن خلصنا المقابله وحسينا انه عم بيصير هجوم <applause> هل عدم بس هيدي المقابله عبر الميادين كان احد اسباب فلتك منه؟ احد الاسباب بي. بس هو كان في اسباب كثير تراكمت بس هو كان أسوأ من عدم بس المقابله على الميادين أه، تحت ذريعه انه ما عرفنا انه كان في مقابله وهي طانين البلد كله فيها وتوزعوا مم. من الرئاسة بيعطوا بتعرف السينيال لكل التلفزيونات إذا بدهم يخدوها وكذا بس الأسوأ من هيك أنه ندفع بعض الزملاء من زملائي اللي أنا مدربهم وأنا جايبهم على الميادين أصلا ليقولوا على الشاشة بطلب من إدارة الميادين أنه آه سامي كليب لا يمثلنا في هذه المقابله يعني انا صرت اتطلع صرت اضحك انه انه شو هالسخافه انه يعني انا عم بشتغل بالميادين يعني عمليا وانا من مؤسسي الميادين انا انا من المؤسسين الجديين انا دربت الناس ودربت على ال... يعني كل شيء وغرفه الاخبار وكذا شو مين عملها؟ فبعدين بيطلع زملاء و... و... وبيطلعوا مساكين يعني لانه هني انطلب منهم واللي انا جايبهم م. يقولوا لا سامي قليب لا يمثلنا في هذه المقابله فيعني بدي منك كانت كانت كثير قصه يعني بغير مستوى ابدا <applause> بدي اشوفك مان مع غسان بن جدو بكاميرتك. انه نشتغل اعلام احسن من المحاور لانه مهنتنا هي الاعلام. لازم نبقى محافظين على هيدا الهدف بالدرجه الاولى. بغض النظر عن اذا بدك الواحد هو مشاعره واتجاهه ودوره اللي بيعتبره هو جزء من دور بمحور معين انا من جهتي بحب اشتغل اعلام كاعلام. يعني أنا بحس أنه المحاور قتلت جزء كبير من الإعلام بس بس بضل عزيز وغسان بلشنا سوا مشروع و وانا بتخلى عنك بنص الطريق ليك انا رغم كل شيء بكن له المحبه لليوم لغسان ايه لانه احنا يعني يعني عن جد قضينا سنوات سوا و وانا ما شفت منه شيء يعني مسيء ابدا بالعكس كان باحترام شديد بس لعله مثل اصحاب كل المؤسسات بلحظه معينه بحس انه الرجل الثاني بالمؤسسه بشكل بيشكل خطر, خطر على الرجل الاول ممكن ممكن ما بعرف ممكن يعني ممكن هيك عرفتي بس نحن اذا بدك انا خياري كان سمار وما زال حتى اليوم وبحترم خيارات الاخرين حرين يعني انا ما في له لغسان ولا ليش انت رايحه بتعبر باسم محور بي... طب ما هي بالنهايه هو بيعتبر انه هيدا جزء من المحور الشغل عم يشتغل بس انا من جهتي أه بحب انه كنشتغل الاعلام كاعلام بشكل بت... موضوعي بطريقه و... اخرى م. يعني بطريقه اخرى يعني انا مثلا ما بيهمني اطلع من الصبح لعشيه أه يعني اقول مثلا والله هيدا البلد سيء وقيادته سيئة وهيدا لا بحب اشرح انه ليش بحب اسمع الاطراف كلها مين ما كانت الا الاسرائيلي يعني انا لا استقبلته ولا بستقبله ابدا بعتبر انه هيدا عدو جائر ونظام قمعي ولا انساني عمليا يعني بس غير هيك انه انت كمان وقت اللي بيصير في خلافات عربيه عربيه كبرى او عربيه ايرانيه كبرى انا ما لازم اكون اذا بدك اجج او اخذ طرف ضد طرف بالعكس يعني انا لازم اكون حريص اولا على وطني العربي بالدرجه الاولى وثانيا نحاول افهم اسباب الصراعات وما اكون طرف هلا في مؤسسات اعلاميه بتعتبر حالها انه هي طرف يعني وهي لازم تدافع عن وجهه النظر نظر من زيت وجهه النظر وطريقه عمل يمكن في أنت. طرق عمل انتبهي يا سمار سمر هلا الاو تي عن شو بتعبر بتعبر عن التيار الوطني الحر هيدا خيار سياسي بحياته بتقولي لي انت بتحب تجي تكون مذيع بقناه وانت تعبر عن التيار الوطني الحر بقول لك لا انه انا بدي اشتغل اعلام انا ماني مناضل سياسي ولا ناشط سياسي بس بقدر كل الاعلاميين اللي بيشتغلوا بالاو تي في لانه هي مهنتهم بس انت ممكن يكون عندك برنامجك بس ما تكون عم بتطبق ايه سياسي طبعا, طبعاً. بشكل يعني ب... وانتبهي انه المؤسسات بتعبر عن وجهات نظر باحترمها يعني انا ما في يقول والله ليش سمر بتطلع على الـ على الاو تي في وبتحكي منيح عن التيار او عن جبران باسيل او عن الرئيس ميشيل عون طب ما دوره تحكي منيح عنهم بس انا بقول كرايي الشخصي انه انا حتى لو كنت او تي في او كنت ام تي في او كنت جديد او كنت ميادين او كذا لازم جيب الطرفين اسمعهم مظبوط وخلي المشاهد هو يقرر بدون ما اكون انا طالع على الشاشه وعم بعم مناضل هيدا فرق بين ناشط سياسي بي وشي سياسي. يمكن انا هيدا الشيء اللي دائما بعمله وبتعرض ايه. لانتقادات انه بطلع عده وجهات نظر وبفتح ايه. مجال يمكن لكل الناس تكون عم تعطي بس رغم انتبهي رأيها. انتبهي سمر رغم ايه. انه رغم انه هيدي فيها خلاف وجهه نظر في ناس بيقولوا لك خلص ما بقى في اعلام موضوعي ايه اكيد طيب الميادين بدها تكون مع محور على راسه ايران، هي بتعبر عن هيدا المحور، ما فيك تقول شو كيف بدها تكون موضوعيه، ما انت بصراع طويل عريض، في واحد تاني بيقول لا ما الام تي لازم تكون ضد حزب الله اذا بدها تعبر عن هيدي وجهه النظر هاي وهي اقرب للحلف الغربي لازم تعبر عنه هي وجهه نظر بس انا كاعلامي كنت وما زلت بحب كون قول انه انا بدي مارس مهنه الاعلام مثل ما انا بحب مارسها كاعلامي بالدرجه الاولى اعلم واشرح ولا اناضل رح نحكي اكثر عن مسيرتك الاعلاميه ورح نحكي عن الانترفيو اللي ذكرتها مع الوزير جبران باسيل وشو قال لك بالاتصال يلي صار بعد المقابله بعد البريك انا هلا رح اطرح على تويتر هل اقنعتكم اراء الإعلامي سامي كليب بحلقه الليله ما تروحوا محل دلكن على محل ضلكم غردوا على هاشتاج مان تو بريك ومنرجع <applause> رجعنا بعد البريك وهلا صار وقت كنا عم بلعب دور ضميرك سامي كلاب وانت رح تقول اذا صح او خطا ردي؟ اوكي في يكون ضميرك او كمان أو... لازم قلتي لي بدنا نرجع كنت عم بلعب بالتليفون والمفاتيح خبيتهم ورا المخده مثل ما طلبوا اذا بدك <applause> 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 إيه. تحط اللونات كمان لا معلش خلص <applause> ما قصرتي مع التاب بعدين هيدا دليل على التقدم بالعمر كمان شو الاسئله اللي كنت, <applause> كنت بدي لنرجع لموضوعنا آه. رح العب دور ضميرك سامي كليب انت بدك اذا صح او غلط انا سامي كليب اليوم رح اكشف لاول مره اني تعرفت على وئام وهاب من بعد مشكل بسنوات بعقلين صح صح شو الذكريات او شو المشكل مشكل كنا انا كنت ادرس بالرهبات وبالحرب طلعونا اهلنا على الجبل ف أه ورحنا على سنويات بعقلين من السنويات اللي درست فيهم فكانت قاعدة حدي بنت حلوة ومهضومة كنت أنت قاعد حدا إيه أنا قاعد <applause> هيك <دهدل تصفيق> ايه أنا بحبها كثير كنت فإجا ناظر تقيل <applause> الدم قال لي بدك تقوم من حدا قلت له ليش بقوم هاي مدرسة مختلطة يا أستاذ كيف بدي أقوم يعني جبلي القانون بقوم وأنا كل عمري هيك بارد بأجوبتي يعني ثقيل يعني <applause> فقال لي آه مش بس معي سقيم إيه ف... <applause> <applause> فبلش بدو يعنف بالكلام وكذا وأنا القانون ما أنا القانون أنت بهدلته ايه بهدلته وهو ناظر كان فبهدلته فقال لي مطرود هلا فرجيك كذا قلت له خلص روح اعمل اللي بدك اياه ونحن كنا شباب اول عمرنا والعنف وين الشبابي وحدي بنت بدي فرجيها انه انا كمان رجال يعني <applause> بيرجع على اخر انت بتعجبك ونقيت تقط حدك ايه طبعا كنت اجمل حدا معنا ف على اخر الصف كان قاعد وئام فقال له انت كمان قم من حدا لهي له البنت كان قاعد حد بنت كمان <applause> قال له على طريقته وئام كان على فكرة أضعف واحد معنا بالصف وهيك شب حليوة يعني فقال له ك... بطل حليوة يعني لا بعده حلو شب حلو بحبه أنا قال له كأستاذ إسا أول بهدلة ما كفتكش بدك بهدلة تاني وطردونا اثنيناتنا من الصف فانطردنا هيك تعرفنا على بعض ورحنا قعدنا في كان في مطعم بيعمل همبرجر فرحنا ناكل همبرجر <applause> كنت كنتم من ايام المدرسه اصدقاء بس حتى بالمهنه كصحفيين ايه يعني احنا بلشنا كنتوا تطلعوا سوا على سوريا كنتوا لا شو نطلع سوا سوريا؟ تقدروا الفندق طلعنا مرة وحدة كان في خبريه مهضومه بدك تخبرنا اياها إيه. والله انا بصراحه انا تعرفت على سوريا فعليا يمكن بال 2012 هيك صرت آه اعرفها شوي يعني بس انا ما يعني يمكن طلعت كان في قمه ولا شيء اجتماع مهم كان وقتها بالشام فطلعت انا ووقام كنا صحفيين مبتدئين بعدنا مثل غيرنا يعني فنسيت شو كان وقتها وطلعوا كل الصحافية و... وبتذكر أول ما وصلنا فهلا معلش رح نحكيه لأنه تاريخ فتفاجأ ويقام أنه كل الوقت في هيك مخابرات حوالينا وقصص وما شو يعني ما تغير شيء بعدها لليوم بس المهم يعني <applause> هيك ما بعرف بعرف أحلى الحرب كان بعدها هيك فالمهم صار قلت لي شو هالبلد يا زلمه كله مخابرات وكذا وما بعرف شو إحنا بعتقد اعطونا اوضه مشتركه تختين هيك وفي بيناتهم هالراديو الكبير القديم قلت له انتبه هيدا بيسجل <applause> فصار يمدح بالرئيس الاسد وبسوريا <تصفيق> <تصفيق> اه يعني قبل ما كان يمدح فيهم؟ لا هو شوفي آه وقام اشتغل صحافي جد لفتره مم. طويله يعني انه كان من الصحفيين المقروئين يعني يعني بلش شاب صغير كان يكتب مم. افتتاحيه بالسفير كان اللي يكتب افتتاحيه بالسفير يكون صار له 20 سنه وبعدين كان عنده ايجابيه يمكن حكى لك اياها بالحلقه مم. فتح خطوط على كل الاطراف يعني كان يروح انا عرفت بعدين بعد ما سافرت هو كمل وانا سافرت على فرنسا بعد سنوات عرفت كنا نكون انا وياه بنفس المكتب، ما كنت مم. اعرف انه يجي يروح يشوف القوات اللبنانيه والي حبيقه وسمير جعجع إيه كان عنده و... ويمكن حب وقتها بنت هونيك كمان كمان ايه بعتقد هيك عم نحكي كنا عن سوريا، ليه حضرتك قابلت شخصيات كثيرة؟ ليه بس ما عداك الشغلة ما خبرك إياها مرة حبينا بنتين فلازم يقطعوا الحدود يجوا أه. لعنا كالشرقية الشرقية والغربية اه اثنيناتكم دل... فهو على صوت دل... التليفون كان مفكرها ملكة جمال وأنا كنت مفكر اللي جاي لعندي عادية فطلعوا العكس تماما وانقهر أكثر شيء كنا عم نحكي عن سوريا حضرتك قابلت شخصيات عده بالعالم العربي و رؤساء دول وامراء ليه ما اجريت مقابله مع الرئيس بشار الاسد؟ والله ما صار فرصه يعني لا انا طلبت ولا لما كنت بالميدين غسان عمل معه مقابله وانا ما طلبت ولا مره يعني انه نعمل مقابله ما كان في سبب بس لما عملت الكتاب اللي كنت عم بعمله عن الحرب السوريه كنت جمعت كثير وثائق يعني من دول تاني جبت وثائق من أمريكا من فرنسا ألمانيا قطر تركيا الجامعة العربية وكان بدي الرواية السورية فوقتها شفته قبل ما نبدا بهذا السؤال بدي احضر انا وياك هيدا الفيديو عن مقابلة اللي اجريتها مع السيد حسن نصر الله بال 2018 يمكن ايه بأو بأول 19 بعتقد أول 19 خلينا نحضر هذا <applause> الفيديو سوا ونرجع للسؤال اوكي كم راتبك في حزب الله؟ 1300 دولار مرشد المقاومة أمين عام حزب الله يعيش ب 1300 دولار 1400 دولار سمحت الله السيد الله أنت ما تعملها لفتني شغلة شكلك هيدا السؤال بتسأله للكل قد ايه بيقبض والله إليك وللسيد <applause> بالجديد لي. بالجديد كيف بيدفعوا؟ شوفي مقامك بالجديد كيف بيدفع بالجديد كمان مثل عندكم السيد كون. مقامه أعلى منك لا والله أنا سألتها مرة على الهوى لزميلتنا سمار أبو خليل اللي بحبها كثير قالت لي م... قالت لي يمكن شي 300 دولار <تسجيل> مثل ما قلتي لي انت تحت الهوا تقريبا يمكن شي انا بعرفك انت كل شيء تحت الهواء ما بتقوله على لا بس سيدي ضروري لانه يعني لازم يتحسن <تسجيل> 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 بس بس لازم السمعة يحسنوا كل معاشكم يا استاذ روي يحسنوا المعاشات يعني ما بصير في امكانيات عند التيار يحسن المعاشات هي متعلقه <تسجيل> بس باستاذ روي لا طبعا بس انا تقديري للسؤال مع انا تقديري حش... حش... خلينا خلينا <applause> او لا انا تقديري انه هلا اذا التيار بخوف. اذا التيار بده يرجع ينشط حاله لازم ينشط الوسيله الاعلاميه الوحيده اللي عنده المهمه غير عنده النشره كمان بس هيك كوسيله تلفزيونيه لازم ينشطها ولينشطها لانه عم بعرف انه في ناس كثير عم بتفل يمكن يعني مثل هلا صحيح مثل ما انت عم تقول بس كمان كل الوسائل الاعلاميه عم تتعرض يمكن ايه للاسف إيه. حتى شوفي حتى الزملاء اللي عم بيسافروا بطلوا ياخذوا هالرواتب العاليه اللي كانوا ياخذوها بالاول يعني انا بتمنى إيه بس تقول لبناني بيحسبوها آه ما بلبنان إيه. إيه. هيك انا بتمنى هيكل. بتمنى مم. بتمنى وهلا في وزير اعلام نشيط وحبوب بحبوه الصحفيين وانا يعني يعني هيك صرت شايفه كذا مره وبستبشر بهالزلمه خير اذا بقي يعني بس انا بقول انه لازم نحنا نرجع كلبنان بدل ما الواحد عم بيروح بيتذلل وعم بيسافر وبيبرم على محلات وهيك، لازم يرجع لبنان مناره بالاعلام جديه ويصيروا الاعلاميين يجوا لعنا شو معقول يعمل؟ من وين بده ينطلق؟ شو المبادره اللي معقول اول شيء بدنا نوقف هالشحن والتكاذب والنشرات ضد النشرات والهجمات ضد الهجمات وكذا لازم نرجع نأسس لمنظومة إعلامية أخلاقية بلبنان بمعنى أنه إذا عملنا مؤسسة إعلامية بلبنان تكون منارة عربية، يعني أنا بدي أقول لك شغلة سما بس مؤسسة إعلامية بدك تشوف مصدر تمويلها، التمويل من وين بده يجي؟ الإعلانات معروف ما هيدي قصة كبيرة ومش صحيحة، يعني مثلاً بيجوا بيقولوا لي لا بس أنت إذا عملت برنامج وما علقوا فيه الناس ما بتجيب ريت، لا مش صحيح، أنا كل عمري بعمل برامج ولا بعمري جبت اثنين علقوا ببعضهم، هلا عم بعمل البرنامج على الجديد وبشكرهم للجديد أنه اقترحوا هيدا البرنامج ويعني صرنا بالحلقة السادسة وبتشوفي عليه اقبال محظوظين انا سامي كلاب إيه عندهم لا وانا محظوظ كمان يعني بالعكس انا بعتز بتلفزيوناتي اللبنانيه بحبهم يعني ف بس يعني عم نقدم برنامج جدي جدا وحتى عم نرجع للتاريخ وكتب وثائق وهيك وبتحسي انه في متابعه عاليه، طب شو السبب؟ لانه الناس بدها شيء محترم، قنعوا الناس قنعوا الناس بغباء شديد انه والله لا انت اذا ما اثنين ما بيعلقوا ببعضهم، انت ما بتطلع بتردح وبتسب الناس ما بتحضرك، يا مين قال هالشيء؟ يقدم شيء محترم واخلاقي ويعلم الناس ويخبرهم ويشرح لهم بالضبط حتى علمي بمحل معين منشوف مثلا قناة اليوتيوب تبع جاد غصن اللي بتجيب اعلى نسب مشاهدة ايه اللي هي كلها مبنية على ايه. ارقام علمية ومعلومات. جاد شوفي شو محترم جاد أكيد شوفي شو مرتب أحيان. وصوته حلو واسئلته حلوة والمواضيع اللي عم يطرحها عميقة وكذا وعنده مشاهدة عالية يعني رح ننتقل للسؤال مع ضميرك أنا سامي كليب اليوم رح أقول لأول مرة شو صار على الطريق قبل وصولي عند السيد وليه كانت عيني حمراء؟ آه والله هي قصة خطيرة صارت معي للأسف خطيرة. إيه والله أنا بتعرفي لتوصلي لعند السيد بدون م. يسكروا شبابيك السيارة ما بتشوفي شيء لأنه بتنقلي م. من سيارة لسيارة وكذا غمضوا لك عيونك؟ لا ما بيغمضوا العيون لا بس بيسكروا شبابيك السيارة ما بتشوفي أنت وين رايحة وين جاي واللي هو طبيعي لأنه يعني. الزلمة مهدد يعني. أمني مهدد كثير يعني مش لعبة القصة و... وانا بدي اشكر الاستاذ محمد عفيف عبر شاشتكم لانه هو كان صلة الوصل اللي كان هيك دمس واخلاقي بالتعاطي وبكل التفاصيل وحتى رحت انا وياه بالسياره بس ما بعرف شو اللي صار يا سمر انا وصلت على الاسانسور بعد جوله بالسياره وطلعنا وانا عم بنزل حسيت في شيء بعيني حسيت في حراره بعيني فبوصل بيقول لي السيد حسن خير ان شاء الله شو بك بتطلع عيني كلها دم ف فقع شريان هلا انا عندي شريان ضعيف هلا ما بعرف بلكي يمكن على الستريس قبل الحلقه وعلى الشغل والتعب وهيك او ربما صيبه عين ما بعرف صيبه عين <تصفيق> بالعين <applause> بلكي حدا بالميادين كان عينه يعمل المقابله والله بتصور كتار صحفية بيحبوا كانوا يعملوا هالمقابلة الشخص هالمقابل ذاته اللي كان عينه يعمل مقابلة مع الرئيس من الميادين كان عينه بهالمقابلة مين يعني؟ ما بعرف وضحي أنا ما بقول شو بينقل تحت الهواء وضحي <applause> 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 سامي كليب أنا عكس السيد لما قال أنه بيتقاضى راتب 1300 دولار أو لما جاوب انه ليه النساء ما بينسمح لهم ينخرطوا بالعمل ينخرطوا بالعمل... العمل السياسي؟ اكيد انا عني يعني هلا هو عنده ميزانيه ضخمه كحزب الله، م. عرفتي؟ انه عنده ميزانيه مئات ملايين الدولارات، بنعرف هالشيء، بس مش هو هيدا الراتب، بس هو الراتب اللي بيقبضه كشخص مثله مثل غيره، اللي صار انه نحن بما انه كنا اول الشهر وبما انه امنيا هو بيمضي على الوراق وين ما بيكون هو مش قاعد بمكتب وناطر الموظفين ليفوتوا وبيمضي لهم بيلحقوه بالوراق اللي لازم يمضيها فانا كان عندي حشريه قاعد بوجهي وعم ورقه دخلوا له اياها قلت له يا سيد على شو عم تمضي قال لي والله شغلي مش مهمه قلت له اذا مش مهمه بحب شوفها انه حشريه الصحافه يعني بنفس الوقت <applause> احترمت قلت بلكي شيء امني بلكي كذا قلت له اذا مش شيء امني ما بدي اشوفه بس اذا شيء بينشاف خليني اشوفه قال لي والله ماشي اصريت يعني وهو عنده عنده جانب غريب يعني هو خجول بمحل معين يعني رغم انه هالعظمه يعني بتبين للناس وكذا بس هو خجول فقال لي والله معاشي قلت له ليش انت بتقبض معاش انا تفاجأت فعلا يعني قال لي ايه شفته فلقيت حسم لعائلات الشهداء حسم لكذا حسم كذا وبيفضل 1400 قلت له 1400 فهو اقسم انه هو ما بيصرف ال1400 واللي هو فعليا هيك انه عنده تياب يمكن عنده بدل ثاني او ثالث واكل وشرب قال لي انا ما عندي مصاريف الا اكل وشرب والتياب اللي لابسهم يعني حتى اولادي عم يشتغلوا ومشينا امورهم يعني فايه بهذا الموضوع انا عندي. بموضوع السيدات هون في اشكال كبير لانه انا تقديري انا كسامي كليب الانسان اللي درست وتعلمت وربيت بمجتمعات منفتحه إن كان لبنان او فرنسا انا بعتقد انه المراه بمجتمعنا يعني كان عندك برنامج كمان إيه انا بعتقد انه المراه, المرأة بمجتمعنا بكل بكل حالاتها لازم يكون لها دور كتير اكبر، اول شيء نحن الدوله من الدول القليله والاقدم باعطاء المراه حق الترشح والتصويت بينما شوفي كم نائبه عندنا للاسف حتى بيستحوا يقولوا نائبه لانه بالعربيه الفصحى تعني مصيبه، لا حتى لو كانت غلط لازم نقول نائبه لازم نؤنث الكلمات كمان، مثل ما بيقولوا قاضي بالسياسه بس بس ايضا بتحس لي. أن السيدات كمان ما كثير بيترشحوا إيه لا يعني عدد المرشحات إيه يعني منه بدنا انو... نشجع وانا عملت برنامج على ال بي سي ثلاث شهور لتشجيع السيدات ودعمهن يعني وحتى يعني قلناها على الهواء مشان هيك عم لك اياها حتى انا ما قبلت اتقاضى اي فرانك لنخصص هالمبلغ للسيدات اللي بدهم يترشحوا مم. فانا مع الانصاف للمراه فانا بس شوف انه هالبيئه اللي ناضلت ضد العدو الاسرائيلي وقاتلت وكانت المراه لها دور كبير ان كان بالجنوب او بالبقاع او بالبقاع الغربي او يعني بكل المناطق اللي احتلت وصولا الى بيروت المرأة ناضلت نضالا كبيرا واستشهد منها تعتبر انه ما تم انصافها لا مش قصة هيك لها الحق انه تكون ممثلة بالسياسة كانت بحزب الله او بغير حزب هلا ما بعرف اذا في ظروف شرعيه تمنع ذلك ولكن بايران كان هو هذا الشيء اللي شرعوا بايران المرأة ممثلة بمجلس النواب يعني انه خير ان شاء الله، لا لازم تكون وانا انا ما بدي احكي عنهم يعني بالنهاية هن حزب وبيعرفوا شو عم يعملوا، بس انا بتمنى شوف ايضا سيدات اكثر من عندهم ومن عند كل الاطراف، كمان عيب يعني احزاب انتبهي سمر وهي الشغلة معلش لو قطعنا على اسئلة اخرى هي عيب عنا بالبلد انه احزاب عريقه ما في نساء بترشحهم يعني او ما أكيد. ما بتعين وزراء يعني هلا عنا بحكومه طويله عريضه بحكومة يمكن في بس حكومه طويله عريضه غير كيف حكومه طويله عريضه بالمعنى الادبي وطويله عريضه يعني <تصفيق> <تصفيق> بدوله الرئيس ما عندنا عنا وزيره مش هيك وحده يمكن مزبط. وزيرة مم. إيه طب ما إجا وزراء ونجحوا يعني عناية عز الدين ما نجحت طب منال عبد الصمد ما نجحت يعني الوزيرات عنا ما زميلتنا ما في مي يعني بالنهاية حدا مثل ما شدياق يعني كمان بكل وضعه وكذا واشتغلت بس أنت عم تحكي مثلا ندى بستاني نجحت أو فشلت ما ما تبعت كثير والله صراحه بس الاعلام المفروض يكون عم بيتابع بتصدق بقول لك <applause> شغله سمار لا بقدرها لندى بس بقول لك شغله انا ما كثير بتابع بالسياسه المحليه كثير بهي التفاصيل مم. بس ليش منال لانه منال عبد الصمد معالي الوزيره اشتغلت بالاعلام أنا شي بيهمنا لا شي بيهمنا وانا بعزه لها كان لافت نشاطها بكل كان, مثلا تبع عناية عز الدين دكتوره عنايه بتعرفي انه كانت بدها تمكن الدوله وهي منعت لانه في اموال عم بتروح على محل ثاني هي كانت جايبه مشروع لمكنه الدوله ببلاش عمليا في عندنا سيدات طيب مثلا بشؤون المرأة طلعت معك الست كلودين مثلا أنا كثير بحبها لكلودين كثير عم تشتغل صح بشؤون المرأة يعني كمان لنعزز هالوجود النسوي جوال أبو فرحات ومنظمة فيفتي فيفتي اللي أنا تعاونت معهم يعني بجننوا م. ولازم نساعدهم بما في هون بما فيه هون بيئة حزب الله يعني أنا بتمنى أنه أشوف نساء أسماء من بيئة حزب الله والله أنا بشوف سيدات عندهم رائعات عم يشتغلوا بكتير مجالات يعني رح نبقى بفكرة السؤال مع ضميرك ولا ننتقل لسؤال آخر السؤال المنتظر مقابلتك مع الوزير جبران باسيل يلي انتشر مقاطع منها بشكل كثيف على السوشيال ميديا وبعدها رح يقلوكي من الاو تي في هلا المفروض انت صرت محل اليوم الاحد هي. 8 ونص خلص اذا شلوكي مندبت لك بليز <applause> هلا <تصفيق> إحنا عايزين بالبرنامج معنا ناس شاطرين خ... خلينا خلينا نوجه له تحيه للوزير باسيل احلى ما يقولوني من ال... <applause> هيدا بيمشي الحال على <applause> أنا سامي كليب اليوم رح أكشف شو صار بالاتصال مع الوزير جبران باسيل بعد الحلقة الشهيرة ببرنامج الرئيس تبادلنا المجاملات هو انبسط بالحلقه أه. وانا كمان انبسط لانه طمنتني بطل في خطر على حالي لا <تضحكي> <تضحكي> لا شوفي الحلقه انقال فيها كثير اشياء مهمه على مدى ساعتين كثير حلوه وكشف شغلات كثير مهمه وبالسياسي حط خطوط مهمه كثير بس هي لما صار هيدي القصه انه الاي كيو طحشت على كل شيء ثاني بالحلقه والناس ما عادت شافت الاشياء الثانيه و... وتاني نهار كنت لا كنت قاسي عليه بالجواب او لا؟ آه لا لانه قالها مرتين إيه؟ لما قال اول مره ليه ما رديت؟ لانه اول مره كان عم بيقولها وانا فهمتها بالمقصد اللي هو عم بيقولها فيه ليه هو؟ انه نحن منعرف بعض وهو للامانه يعني هو دائما بيقول لي على الاقل لما نلتقي انه قد هو بيقدر انا شغلي ودوري وشغلي كصحافي فهو قصده كان اول مرة وبعتقد الثاني كمان انه انت بعرفك كثير ذكي وعارف الجواب اللي عم تسالني عنه ليش عم بتقرب انه بالحلقة انك توطي هي شو اسمه انا اول مرة مرقت هيك ثاني مرة ما حبيتها يعني و... أنا الناس عم تحضر رح تنفهم ايه لا بلي. ما حبيتها يعني بالنهاية كمان شوفي سمار انا السياسي اللي بيكون قدامي انا ما بجيب سياسي لاقعد هو انا بهدله هو يبهدلني وكذا ما بعتبر هيك، انا بعتبر انا بحترمه وهو بيحترم شغلي، انا السياسي بيحترمني كاعلامي وانا بحترمه كسياسي ليصير في حوار بيني وبينه، إذا حدا ما بتحترميه ليش جيبتي؟ برأيك كان لا لا هو ما كانت نيته هيك، هو نيته آه نيته هو لا انه انه انت ذكي وانه مم. هيدا السؤال انت عارف جوابه قبل فليش عم تساله هالطريقه؟ كانت اول اطلاله للوزير بس بعد بدي خبرك خليف مع الجديد يعني هي كانت بس بدي على الجديد هلا انه سامي خبرك شغله كمان سمر لانه انا حكيت بعدها مع مجموعه يعني هن صاير عندهم قصه خصوصا استاذ جبران باسيل انه دائما عم بيتناكف هو والصحافيين اللي عم بيطلعوا معه، فصار عنده دي ريبير انه اذا بدك هيك مثل كلمات مفاتيح انه بس يقولها بيرد هيك على الصحافي هلا ما كانت منيحه يعني انا بقول اياها هلا على الهواء، لا منه كانت منيحه ولا يعني الجو اللي خلقته كانت منيحه، مم. والدليل انه انتشر كثير الرد الاتصال ما حكيته بالموضوع؟ لا هو شرح انه مم. انه المقصود مش هيك كان يعني مم. شرح مثل ما هو المقصود مثل ما كان بالاول مم. هو شرح انه المقصود انت بتعرف بغض النظر عن هيدا البارت اللي صار كيف بتقيم انا ما بعرف بدي اشوف وجهه نظرك اطلالاته للوزير باسيل على الاعلام باخر سنتين يعني اللي بيشوفه قبل واطلالاته هلا هل لاحظت هل فرق باطلالاته بمضمونة بالايمج اللي عم بيخلقه يعني ما بتحس انه شاغل على حال انه ما بتحس او لا بالنسبه بدك لك بدك تعلي معاشك بنشكر فيه لا هيدا رايك وانت مسؤول عنه انا ماني معنيه فيه <applause> بس لك بدك تعلي بس معاشك بالاو لك انا ما بقبض من وزير الجمهوريه <applause> اذا بدك تعلي معاشك بالاو تي في بقول لك اهم من كيسنجر اطلالاته على كل حال اللي بيعرفنا بيعرف كتير أنا كثير موضوعية برجع بقول لك شوفي أنا مثل ما هي الوزير أنا جبران باسيل وأنت حائز على دكتوراه بتحليل الخطاب رح السياسي جبران باسيل إنسان بيشتغل بعتقد أنا 26 ساعة على 24 يعني حدا بيشتغل ليلا نهارا حدا بيتابع الملفات بشكل كثير دقيق هو شخصيا حدا بيتابع كل تفصيل أنا بعتبر جبران باسيل حدا ذكي وعارف إذا بدك شو بده انا بختلف على على شغله كثير مهمه آه انه هو مرات كثير عم يعني بوظّف بيوظف زكيه بمحل خلافي وصلوا انه انتهى العهد هو مش اصحاب مع حدا يعني كمان انت عم تحكي عن رئيس تيار مختلف هو و... وسعد الحريري ومختلف هو وليد جملاط ومختلف هو نبيه بري ومختلف هو سمير جعجع ومختلف هو كذا في محل معين السياسي لازم يكون فلكسيبل اكثر، يعني انا يعني. عندي تقدير. اثنين في محطات رئيسيه طالما هو بخيار سياسي واخذ هذا الخيار والرئيس ست سنين عمليا ما تنازل بالمواضيع الرئيسيه يعني كان ميشيل عون بيقدر انه يقول انا خلص حزب الله ببيعه وبروح بعمل ديل مع الامريكان وبصير زعيم بدل ما اكون هيك. لا تحافظ على هذا الموضوع كان الوقت اللي بلشت الحرب السورية بيقول أنا ما خصني بسوريا تتدمر يروح بشار الأسد كذا لا هو ظل محافظ على قصص قررها لما رجع على لبنان ظل محافظ عليها ست سنين هون منشوف أنه الوزير جبران باسيل بالحركة السياسية اللي كان عم يوسع الهامش مرات وبيضيقه خليني أشرح لك بس هاي النقطة هون كان عم يروح باتجاهات متناقضة يعني أنت ما فيك تكوني عم عن كمان عن الرئيس وانت احد عقول الرئاسي وتقول انه بالوقت اللي انتم كل الناس بيعرفوا حلفاء مع سوريا جديين وما طلع الرئيس مشان عدم الاحراج وبنفس الوقت في لوحه جلاء للجيش السوري من لبنان، هي مثلا كانت مثلا وقت اللي قال انه نحن ما في خلاف عقائدي مع اسرائيل وانت حليفك هو حزب الله مثلا وقت اللي صارت مشكله الجبل وطلع على الجبل وهيك، في محلات معينه المفروض ما يطلع على الجبل لا لا شو بحقه يطلع على الجبل شو كيف ما بده يطلع على الجبل بس قصدي التحدي اللي صار والخلاف اللي صار والمشكله اللي صارت راحت بمحلات ثانيه هون انا بقول السياسي بتشوفين بس بس بتحمل مسؤوليتها يعني انت ايه؟ عم بتحمله مسؤوليه الزياره طلع فيها لا لا انا حملت مسؤوليه الزياره عم بقول لك عم لك لما, لما طلع حدثة. على الجبل المشكله نعم. اللي صارت بس وين وين انت بتدوري الزوايا بتدوري الزوايا لما بتكوني هلا في في قصة بعتقد انا جبران باسيل أخذها عن عن الرئيس ميشيل عون، هي قصة مرات معينة العناد اللي هن بيعتقدوا انه هن معهم حق والاخرين ما معهم حق فيه، طب السياسي انت ممكن تنجح بمرات بهالقصة، وممكن مرات تانية بتعمل لك مشاكل كثير، بدي اقوله انه انا بقول لك ذكي وبشتغل كثير على ملفاته اعلاميا وبيتابع كثير اخطا يخطئ لا يزال يخطئ اعلاميا ايه طبعا اعلاميا انا لو كنت حتى بمضمون المقابله اذا ما نشيل قصه الاي لا لا شوفي اليوم المقابلات <applause> الاعلاميه بالشكل مثل المضمون انا برايي ما بعرف اذا بيسمع مستشارينه لانه هي كمان شغله اساسيه هل بيسمع المستشار ولا لا بس انا برايي في يعني لغه الجسد في قصة يعني هو بيوحي وانا عم بحكي لك الصراحة يعني أنا ما, ما بدي اقعد بيض وجهي لانه على هو أو بيوحي الاستاذ جبران باسيل بس لتشوف انه في مش حرية مجرد اطرحك هيك هلأ سؤال هلا لنشوف بكره اذا ضليتي <applause> بالقناة ولا لا هلا في مش حرية لانه <applause> على الهوا بس بس انا بدي اقول لك شيء في علينا يعني اذا اذا مثلا في شوية مستشارين اعلاميين يعني شاطرين حولي وانا بعرفهم بس مثلا لغة الجسد جبران باسيل مرات بيوحي بالمقابلات بالتعالي بالغرور على الصحافي بيحاول انه يتناكفوا الصحافي عملت له مشاكل يعني ما بيبين اذا بدك هلا يمكن لانه كمان بالداخل عنده مثل ما كان عند الرئيس بلحظه معينه انه نحن انه نحن ما بدهم يخلونا نشتغل ونحن في هجوم علينا ونحن لانه عم نحارب كذا وكذا وكذا اليوم للوصول للرئاسه مين هلا هل بهي الانتخابات يعني انت عندك معطيات عن اجتماعات عم بتصير بين وفيق صفا والوزير وال... فرنجي الوزير بس انت بقت لنا برايك في حظوظ لإله للوصول لسده الرئاسه هيك انا بقول لك هلا بهي اللحظه بقول لك لا صفر يعني بقول لك لا بس انا بهيدا البلد ما بقى في شيء بقول مستحيل حتى المستحيل ممكن يبطل مستحيل بالبلد ليش؟ لأنه هو رئيس كتلة وبالنهاية ممكن تتغير الظروف يوما ما بس إذا بتقولي لي هلأ حلل هلأ بقول لك هلأ كتير صعبة لأنه بدك كذا غطاء لتوصل إلى الرئيس برأيك حزب الله رح يكون مرشحه الأول وزير باسيل أو سليمان فرنجية؟ لا سليمان فرنجية ورح يضل مصر فيه للآخر ما بيضل مصر إذا تغيرت المعطيات باتجاه خيار ثالث ما بعتقد بضل مصر اذا راحت الخيارات باتجاه خيار ثالث لتركيب تسويه كبرى بالبلد مثل ما صار بلحظات معينه، بس اذا بتقولي لي هلا بقول ايه اكيد حزب الله عنده وحتى نبيه بر وحتى اذا بدك ضمنيا يمكن رئيس مجلس النواب حتى ضمنيا يمكن رئيس, رئيس المجلس النواب محسومه انه إيه من, حتى من حتى حتى ضمنيا يمكن كمان يمكن الاستاذ نبيه بري يمكن عنده كمان إذا بدك جو إيجابي من بعض الأطراف الأخرى بما فيهم يمكن الحزب الاشتراكي لأنه هلا الحزب الاشتراكي حاطت إنه نحن ميشيل معوض ميشيل معوض بس إذا ركبت تسوية وصار في ضوء بالي. أخضر سعودي، هلا شو اللي بيمنع اليوم عملي حساب شو اللي بيمنع اليوم سليمان فرنجية يصير رئيس؟ هو الضوء الأخضر السعودي بس إنه يصير في تفاهم مع السعودية والسعودية مش ضده يعني انا بعرف بالمعلومات لا السعودي ضده لا مصر ضده بس هن بيقولوا نحن ما بدنا نكرر تجربه الرئيس ميشيل عون مع كذا بينما بس برايك رح يكون ديسيجن ميكر او ديسيجن كيلر مثل ما قال لك الرئيس سلام فرنسي لا الوزير باسيل يعني هو بمحل معين عنده إحنا كتله إحنا. مسيحيه من 17 نايب تقريبا آه. انا بقول انا بقول انه ما رح يروح على الحائط هلا ما في حائط الا مسدود لانه هي خطا لغوي بيقولوا الحائط مسدود كل الحيطان مسدودة، ما راح يروح على الحائط، يعني هو راح يضل رافع سقف بالنهاية عم يفاوض، يعني عمليا شو عم بيقول جبران باسيل؟ خلينا نكون واقعيين ونشوف مم. تفاصيل اللي عم بيحكي هو عم بيقول انا ما بدي انتخب سليمان الفرنجية، انا اكبر كتلة هلا مسيحية وانا بحق لي انا اكون المرشح، وانا الظروف تتغير وعم يشتغل مع القطرية على مسألة اذا بدك حل حالة مساله العقوبات بامريكا والقطريه بتعرفي انه لهم تاثير الامر الثاني عم بيقول انه انا ليش ما بده يكون لي الحق انه اترشح بس بالمقابل هو عم بيقول كمان وقال لي اياها بالمقابله علنا انه انا مستعد انه أروح بتسويه خيار ثالث بس يكون في تفاهم بين حزب الله وبين البتراكية وبين التيار الوطني وبين سليمان فرنجية وممكن يكون في أطراف أخرى أنا مستعد أروح لتسوية بهالاتجاه هو لم يغلق باب التسوية يتنازل المقابل شو؟ اثنين هو خبرني وقال يمكن علنا أو تحت الهوى نسيت قال لي أنا سألني الرئيس ميشيل عون بدك تعمل رئيس قلت له لا شو أنت مجنون انه ما شفت شو صار فيك انا بدي اعمل رئيس هو مدرك لحجم الصعوبات وبنفس الوقت عم بيقول انا ليش بدي اقدم هلا ورقه هالقد بسهوله حتى انا بقول لك بالمعلومات هو بلحظه معينه لما قال انا ما بدي اترشح تتذكري قبل فتره <applause> سمعت انا انه صار في حوار بينه وبين الحجوه في صفا من حزب الله وقالوا له ليش عم تعطي هالورقه مجانا هلا؟ فانت بدك ترفعي سقف التفاوض الى اقصاه، بس انا لو كنت مكانه مؤخرا شو صار باللقاءات؟ قالوا له انه الوزير فرنجيه فانا لو كنت مكانه <applause> 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 لا بروح انا وسليمان فرنجيه هلا وبعمل اتفاق جدي ل... لننقذ البلد اولا ولنجيب رئيس يكون بالتفاهم معه وهذا الشيء بيكون كتير مهم انا تقديري هيك حتى بدي اقول لك شغله حتى بس هل اذا رئيس كان مقرب من محور المقاومه رح نرجع لزيت القصه هل رح يتم انقاذ البلد او لا لازم يكون في رئيس حيادي بمحل معين اذا هلا بده يجي رئيس للمحور لوحده انت فتي بازمه طويله عريضه مستحيل فتي برئيس تحدي انت مجرد يجي سليمان بيك فرنجيه او الوزير جبران بس بمحل معين هن محسوبين على مين؟ لك سليمان فرنجيه اخف بهذا المعنى، يعني يعني الوزير جبران بسير رغم انه هو بيقول انه انا ماني عضو بالمحور جبران هم. تبهي وقت بتحكي معه وهيك انه انا ماني عضو بهذا المحور، بالعكس انا عم بوسع علاقاتي بس الاخرين عم يسكروا علينا لاسباب إلها علاقه انه نحن متفاهمين مع الحزب وكذا. سليمان فرنجيه حركته اذا بدك او الاطار المحيط فيه اوسع، يعني هو مثلا اذا بدك تروحي على السنه التيار المستقبل بيصوت له، إذا بدك تروحي على الدروز الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بالآخر بصوت له، نبيه بري بالآخر بصوت له، حزب الله معه، على المستوى العربي مثلا مصر هذا كله على المستوى الشخصي بتحسه مش على السياسة، يعني إذا بدك تحسه بتقارن بيناتهم بالسياسة إيه لا اذا اذا هلا بتقولي لي انت قارن بين سليمان الفرنجي وبين جبران باسيل بقول جبران هلا ككتله مسيحيه وكنواب وكذا لا بحق له انه يقول انه انا عندي كتله نيابيه كبيره وانا رسختها بالانتخابات وانا ممثل نصف المسيحيين على الاقل او خليني اقول تلتهم ما بعرف قد فانا بحق لي يكون انا المرشح الاساسي وانا ليش بدهم يمنعوني يكون مرشح طيب خدي حدا ثاني سمير جعجع مثلا ليه بده يقول إنه أنا أقل من غيري ما أترشح طرحت ترشيح ست ريدا حضرتك السيدة ست ريدا أنا, إيه. أنا بقى على المستوى <applause> شوفي أنا على المستوى الشخصي والسياسي بقول إنه ست ريدا ليش ليه ليه انا طرحت الموضوع؟ لانه سيده لا انه اول شيء اول شيء اذا كان في مشكله تاريخيه مع سمير جعجع وانتبهي ضمنيه لانه في اطراف مم. هي حليفه معه بس بتقول لك ضمنيا إحنا ما بنقبل يجي لانه تاريخيا كان في كذا كذا فست ريده ما عندها هيدا التاريخ واحد اثنين انا بالنسبه لإلي طبعا انا انا بتمنى شخصيا يوما ما شوف سيده على راس هي الدوله ان شاء الله بتكون من اقصى اليمين لاقصى اليسار بس تكون سيده بتحافظ على الوطن وبتعمل اذا بدك بتعمل مشروع اصلاحي جدي بالداخل وتكون انه نحن حدودنا مصانه جديا يعني انا ما فيي اقول والله بكره الصبح انا بقبل برئيس جمهوريه وبيروح بنسي وبيفلت الحدود وبتصير إسرائيل بتسرح وبتمرح عنا ولا لا بما فيها الحدود مع سوريا لأنه نحن لازم تصان بلادنا يعني عمليا شو الدولة بلا حدود بلا طعمة يعني هلا بتقولي لي مثلا مثلا كمان يمكن العماد جوزيف عون يمكن يصير في ظروف تساعده بعد فتره ما بتعرفي رغم انه ضمنيا التيار ما بعتقد مشجع له محمس له يعني فانا عم بقول لك اليوم انت عم تساليني اليوم هل جبران باسيل هلا حظوظه كبيره بقول لك لا بس بقول لك بهيدا البلد يعني <زروف> مثلا ما ما بنعرف الرئيس ميشيل عون كنت عم تساليني عن شغله ونسيتيها رح اذكرك فيها ما نسيتها بس لانه قبل ما نروح على البريك خلينا نسمعه إيه؟ مدفوع اذا مدفوع روحي عليه دغري ما في اعلانات قبل قبل بس ما, بعرف هلا يمكن لانه حضرتك موجود ما بعرف اذا الاعلانات تكون اهم ومدفوعه ما بنعرف <applause> <applause> قبل قبل ما يصير رئيس الرئيس ميشيل عون انا طلعت زرته ف... فكنت عم بحكي انا وياه انه كنا يمكن عم نحضر لمقابله ولا شيء قلت له فخامه الرئيس عم بيجوا الامريكان وبيقولوا لك كون انت الديسيجن ميكر عمليا انت صانع القرار رشح حدا من عندك فقال لي انت بتعرفني سامي انت بتعرفني انا يا بكون ديسيجن انا الرئيس او انا ديسيجن كيلر يعني يا انا قاتل القرار الاخر او بكون انا الرئيس بالنهايه عند وحلفائه عندوا واجا رئيس بظروف معينه والرئيس نبيه بري صوت يعني ايه بس بس هلا مع مع جبران باسيل بتصور الوضع اصعب شوي حتى يعني كمان ليك انا يعني عم بيقولوا البريك مدفوع مضطرين ناخده طلع طلع البرنامج محضور يعني نعتذر انه تاخرنا عليكم <applause> <applause> راح نحكي بهيدي التفاصيل وراح نحكي اكثر عن مسيرتك الاعلاميه وراح نشوفك عم تعزف على الجيتار اوكي بعد البريك بس نطلع على البريك اذا, إذا لك نسبه من البريك اذا لا خلينا جانا بعد البريك مثل ما شايفين الإعلامي سامي كليب هلا رح يكون معنا بهيدي الفقره بدنا نتخيل انه هو بمصارحه مع هلا استاذ سامي شو معقول تكون عم تقول له هلا اذا بدك تتخيل هلا انك انت بلقاء معه اول شيء اللقاء مع ربنا بيكون بينه الشخص وبين ربه ما بيكون قدام الناس كلها بس انا بدي تخيل لبي رغبتك وبدي اقول انه انا دائما بخاطب ربنا بخاطب خالق كل هالجمال حولنا وبدعي انه يشفي كل المرضى انه يساعد كل فقير انه يحفظ كرامات الناس انه يحفظ اهلي بصحتهم انه ما يخلي حدا معذب على هذه الارض وانا بعتقد انه نحن بلا ما نطلب منه هو سميع مجيب ولكن الصفاء الروحي يلي بيتولد بيني وبين ربنا لما بكون عم خاطبه بتصور هو الاساس لانه في ناس كثير بيخاطبوه فقط ليسمعهم الاخرون وبعتقد انه في كثير رجال الدين بيلبسوا ثوب الدين وهن ما لهم علاقه بالدين بالعكس هن فتنوا وافتنوا بين البشر وهذا ربنا ما بيريده انا بتمنى انه يرجع الوقام بين كل الناس ونرجع لاصلنا اللي هو في انسجام كامل بين البشر وبين الطبيعة وبين بعضهم البعض لأنه ما في أحلى من جسور الحب والله محبة أولا وأخيرا فأنا بخاطبه بقول له بس خلي حياتنا أهدأ وأجمل وأهنأ وهو يعرف ذلك بدي اطلب منك تتفضل عنا على الاستوديو فاذا مثل ما شفنا شو الرساله اللي قال له الله واللي ما بيعرف انه الاعلامي سامي كلب بسيارته تفضل استاذ سامي بسيارتك في مسبحه وفي بودا وفي قران في وين ما كان انا عندي بالبيت أي بالسيارة رب الجميع خالق الكون خلقنا باي اله تؤمن شو اللي... لمين بتصلي او شو الطقوس الدينيه اللي بتمارسها شوفي انا برمت العالم مم. سمر كنت بفوت على مسجد بفوت على كنيسه بفوت على معابد بودا فوت مرات على بيت عادي جدا في ناس مؤمنين بقعد على الرمل مع الصوفيين بافريقيا دائما مش مهم الوسيله المهم انت بروحك التواصل بينك وبين خالق هذا الكون يعني كيف لن... تتواصل انا بتواصل بالمناجات مرات الروحيه بتواصل بصفاء الروح بتواصل بسماع بعض الامور اللي هي بتخلي ذهنك صافي يعني انا مثلا عشت بفرنسا كنت بتتفاجئي انه في حد مجاور لي كنيسي فصودف من اجل صدف الحياه الحلوه انه انا بيت اهلي ملاصق للكنيسه بضيعتنا يعني في جل بيننا وبين الكنيسه بس بنيحه, بنيحة. ونحن اخواتي واهلي بيروحوا بيضوا الكنيسه مثل ما بي يعني مثل ما بي مثل ما بيعملوا كل شيء حلو بهالحياه بيضوا الكنيسه بوقت اضاءه الكنيسه، فانا حد بيتي بفرنسا في كنيسه، فانا بطلع عليها نهار الاحد وبروح على المساجد بالنهايه لانه كمان في هالجو الروحاني المهم، رحت على الهند مثلا بالمعابد الكبرى لما تقعدي بين هالناس ما بيهم الوسيله انا برايي وهيدي من البشر لما اختلفوا عليها اسمحي لي. لما اختلفوا عليها ضيعوا الاساس انا بقول البشر اختلفوا على الكتب وضل وضيعوا المقصود يعني انت وقت بتختلفي هل المسيحي معه حق ولا المسلم ولا الامام علي ولا سيدنا عمر عم يعني ربنا عم الخالق الخالق لا يريد هذه الامور بعدين نحن عم نشوفه بكل تفاصيلنا بنشوفه بكل تفاصيلنا، يعني أنا مرات بقعد براقي بالنمل مثلاً كيف بيمشي. مم. وأنا ببيتي مثلاً إذا بشوف نملة ما بحب اقتلها. بتقتلها. نادراً فبشيلها بحطها برا. بشوف إنه هالنملة اللي فيها كل هالتفاصيل الجزء. بتعرفي قريت كتب بالفترة الأخيرة وكثير متعلق فيها هي قصة النبات وكيف بتحس والشجر كيف بحس. مم. ليش الشجرة لما بتتسمم أول شجرة الثانية ما بتتسمم؟ لأنه بينبهوا بعضهم. ليش بس يجي شيء كاسر بياكل من الشجره بينتبهوا لبعضهم بالريح بميل الغصون بيحكوا مع بعضهم بالجذور تحت الارض اذا لخالق هالجمال كله بالصدفه يعني انا ما بقدر امن انه بالصدفه فانت بدك تناجي هالخالق بلحظه معينه بفرحك وبحزنك انا مش بس بالحزن بالحزن حتى بالفرح الناس الحزن الناس دائما بتلجأ لله بس بالفرح لا فانا ببيتي بسمع جرس الكنيسه وبسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اللي كنت بعتبره اجمل صوت تجويد قراني و... وبنفس الوقت بسمع جورج براسنز وبسمع ام كلثوم وبسمع الاغاني الجديده وكذا بس وين لانه هذا بيعمل لك فرح معين بحدود معين وهيداك بيعمل لك صفاء الروح عمليه بيعطيك سلام يمكن بمحل معين سامي كليب حضرتك مثل ما قلنا من طائفة الموحدين الدروز بتآمن بالتقمص أو بتآمن في حياة أخرى هي لازم تكون الموحدين بلد دروز دروز غلط أصلا لأنه هي إجا الاسم من محل غلط نحن موحدين وكلمة موحدين يعني موحدين الأديان عمليا موحدين الخالق عمليا وهيدي مهمة بتآمن أنه في حياة تانية أو مين اكثر شخص على بالك تشوفه من يلي غادروا الحياه؟ تصوري ما ابشع الدنيا لو ما في حياه بعد هالحياه، يعني تخيلي لو بنخلص هلا انا وياك بنشوف بعضنا وبعدين بنخلص، قد بشعه بتآمن بالتقمص؟ هي فكره الاستمراريه اجت عند كل الناس، يعني السيد المسيح لما رجع قام بعد الموت، مم. رجع قام بعد الموت طيب بالقرآن الكريم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم عمليا فكرة التجدد الطبيعة بتموت بترجع بتولد هلأ أنا بحدود التقمص المعروف يعني في شواهد نحن نسمعها دايما حوالينا يعني أنا من أمي كنت أسمعها من حوالينا من كذا ما بتحبي أنك تنفيها لأنه حلوة لدرجة أنه تحسي أنه في حدا مات بس, بس انت ما بتحسها موجوده ما بتامن فيها بعرف يعني انا ما بقدر اكد ولا انفي بس انا بعرف انه الموحدين بيامنوا فيها مين اكثر شخص على بالك تشوفه؟ أنا يدرك؟ يعني اذا هلا ما نتخيل يا ريت إن اهلي مثلا بقدر اشوفهم يا ريت الناس اللي حبيتهم بحياتي بقدر اشوفهم انا قلتها مره على التلفزيون وانا ما كتير بحب استعمل العاطفه الاهل بحلقات مشان ما يبين بس انا قلتها وبكرر لك اياها سمار انا لو اهلي بيرجعوا نهار وبرجع بشوفهم مستعد موت تاني نهار انا لو امي بترجع بصحتها وكزدر انا وياها من الصبح لعشيه واخسر كل شيء بعدها نهار واحد ما عندي ولا اي ما عندي ولا اي هم اني تاني نهار موت هالقد بحب ارجع اشوفهم اذا رجعت وكمان... اذا رجعت ولدتك شو اكثر شيء حابب تعمله معه يعني اذا عندك هيدا النهار شو بتعمل معه شوفي انا كنت الا قد بحبها يعني انا من الناس اللي كنت اعبر لها وانا عشت ببيت بي وامي بيعبروا لبعضهم لانه كانوا يحبوا بعضهم كثير فانا كنت أعبر لها قديش بحبها بس بحس كل شيء عملته وكل شيء عبرت لها وكل شيء عملت هو واحد بالمية مم. من اللي كنت بتمنى اعمله آه معه معها فيا ريت يا ريت امل حتى انا اذا بدك الناس بتخاف من الموت انا مم. بقول مرات ما بخاف من الموت لانه يمكن ترجعي تشوفي كل هالناس اللي فقدتيهم مين بيعرف ما حدا بيعرف والدك نفس الحب انا والدي كان الجرح الاول بحياتي وانا ما قدرت أشفيت من هيدا كان الجرح كان عمرك لما توفى بالعشرينات انا ما قدرت أشفيت من هيدا الجرح الا بس رحت على الصومال وشفت الناس كيف عم بتموت من الجوع وكيف نحن عم نمشي بين الناس الميته من الجوع لما بتشوفي ولد عمره 16 سنه عم بزينه الصليب الاحمر بتكوم كومه عظام من الجوع شوفي الانسان شو عمل بالبشر بالانسان فساعتها خف الجرح الاول لانه بيصير جرحك بخف لما بتصيري بتشوفي الام الناس ومنشان خاصه شين... اطفال يمكن ايه منشان هيك انا مثلا بس شوف اهل حدا دغري بتعاطف يعني يعني انا مثلا اذا حدا بيقول لي آه والله صار لي فتره ما شفت امي بصير بحمسه بقول له لا روح شوفها لانه كل لحظه بتقضيها معها بيسوى ميل تتكرر. الدنيا وبعدين بتندم اذا ما قضيته معها بتندم حكينا عن الصومال وحضرتك زرت عدة بلدان بالعالم وفي كتاب الرحالة اللي, أي. اللي كتبته شو أكثر في جزء واحد وجزء ثاني لكن بهي الصورة <applause> سمر بدي اشرح شغلي لانه ما بينت وهيديك المرة كنت عم بحكيها انا ودار نوفل بشكرهم كثير دار انطوان اشات كثير بيهتموا بالكتب فانا راكب على جمل هون مش مبين الجمل آه. مبين راس جمال حدي هون كنا بزياره مع الرئيس جاك شيراك الى موريتانيا البلد العزيز جدا على قلبي واللي اهله بعد عندهم اهل النخوه والكرم والجود والحافظوا على تاريخنا الحلو فعملت ستاند اب لتلفزيون ال بي سي هون كنت <applause> على ظهر الجمال فحبيت حطها لانه هيك بلشت رحلاتي يمكن شو شو اكثر حوادث مثلا بتتذكرها يمكن تعرضت لخطر حوادث مؤثره أيه. بلد ايه. رؤسة كتير هيدا الرئيس جزر القمر عبد الله سامبي اللي رحت لعنده ولقيت انه البلد كله صار مؤسسات إيرانية فلما سألته قال لي لأنه انكسر بلدنا وما حصلت على أي مساعدة وإجت إيران فتحت لي البواب فهون أنا بعطيه مثل دايما بقول العرب ما لازم يتخلوا عن دولة عربية لأنه بس يتخلوا عنها بيجي حدا ثاني بيخدها هيدا آه آه رئيس الرئيس البوليزاريو كان محمد ولد عبد العزيز اللي هن بيعتبروا انه في جمهوريه عندهم الجمهوريه الصحراويه وهو يعتبر رئيسها كان توفى الله يرحمه هون كنت عم زور المخيمات عندهم بتندوف اللي هي بدك تفوتي بالجزائر وهي الخلاف اللي عليها هلا منطقه الصحراء بين الجزائر وبين المغرب قلت لي انه في حادثه تعرضت فيها للخطر شو هي الحادثه هيدا مثلا كان قائد القوات تبعهم اللي قاتل المغاربه هون مثلا رحنا بدنا نصور كان معي ثلاثه مصورين وثلاث كاميرات من الجزائر فتاني نهار جهزنا التصوير وبدنا نصور واز بنلاقي الكاميرات اجتاح الرمل احسن من هيك حطونا مم. بمحل بسموه القصر الرئاسي هن بس هي عباره عن غرفتين للاسف الشديد يعني مم. فنمنا هونيك وكان في بس شجرتين خضر قدام القصر الرئاسي مم. واكلنا يمكن عندهم جبنه ومربى وهيك شيء، تاني نهار وشوب عم تحكي بالصحراء انت وانا كان واحد من مم. اهدافي وقتها انه اعمل تحقيق على المخيمات وبنفس الوقت شوف اذا فينا نقرب نرجع بين الجزائر والمغرب لانه انا بلدين عزيزين جدا علي فالمهم لما طلعت من الصبح ما في شجر اخضر وينون اجت تجمد جراد فقلت يا عمي ما بكفي معطرين وصحراء ومخيمات يجي الأرض. جراد ياكل الشجرتين يعني والخطر وين واجهت الخطر؟ الخطر بمعظم الدول اللي رحت غطيت فيها الحرب يعني كان حرب العراق، يوغوسلافيا، تشاد، الصومال كثير الدول الجزائر انا غطيت كل حرب الجزائر مثلا مثلا في احدى الدول بعتقد بتشاد كنا هيدي بالصومال؟ هيدي مع نساء مخيم الفاشر اسمها، هون بيجوا بيعبوا مي يعني مساكين كان وضعهم الانساني كثير تعيس، هون كنت عم بعمل تحقيق للجزيره وقتها بتكتب إذا فينا نشوف كمان الصورة التالية هون بروسيا هيدي المفتر الروسي بحبه كتير، هيدا الإنسان بيحكي عربي وكنا دائما نروح بحوار روسي عربي، فهيدي بإحدى القمم في هون مؤسسة نادي ثقافي بتديره سيدة اسمها آسيا قاسم بحبها كتير، فنظمت كذا رحلة للحوار مع الدول الأخرى فهيدي من الحوارات وهون اكتشفت قديش مهم الاسلام بروسيا وامتى دخل الى روسيا مم. مثلا رحت السنه الماضيه سمار بتمنى شي نعمل حلقه حول هيك رحت على دوله اسمها تاتارستان عندنا بلبنان على التخلف مم. العربي الموجود بتقولي تتر هو شعب تتر مم. يعني تاتارستان اجمل من سويسرا إيه؟ الانهار الحدائق الطبيعه الهاي تكنولوجي عندهم شركات تكنولوجيا مئات مليارات الدولارات بتجني على الارض ليه؟ لأنه في ناس عرفوا يديروها وهون اسمحي أقول شغلة نحن منقول مرات نهضة الدول تتعلق بشخص أنا رحت على زيوريخ اللي هي أجمل مدينة بالعالم مدينة سويسرية اللي فيها مكنونات ذهب العالم تحت الأرض يعني أو بالمصارف عندهم أكبر مخزون ذهب فهيدي كانت تسمى مدينة الذباب والضفادع هالقد <applause> إجا شخص اسمه ألفريد أشير وبناها وعمرها وجاب شركات عليها ومصانع ومركز جامعة هندسة بياخدوا 15 جائزة نوبل نحن هون منقول بلبنان بتولينا بمجموعات فاسدة وأيضا للأسف الشديد سمحيلي أغبياء يعني واحد ذكي مثل هيدا عمل مدينته أهم مدينة تترستان شو اللي خلاها تصير هيك هو اللي استلموها يعني اللي أنا كان قاعد وراي كانوا معزمين. كمان اذا النظام السياسي عنده مبكر او بيصير إيه لا ما هن تابعين لروسيا، بس انا كان قاعد وراي شخص فلحد عم نتحدث وهيك ونحن باحتفال، قلت له مين اللي وراي؟ قال لي الرئيس، قلت له الرئيس بيقعد ورا؟ قال لي ايه هون تترستان عادي يعني يعني احنا لا ضابط ولا مساعد وزير بالبلد بيكون حوالي مرت الوزير ومرت النائب او نص سفير أه او ثلاث أه ارباع دبلوماسي عندك كتب عديده بس انت ايضا بتكتب اغاني بدنا نسمع سوا هيدا المقتطف من اغنيه لاميمه الخليل انت كتبتها ايه من بعدها <applause> من بعدها بدنا نسمعك عم دق جيتار اوكي في امل شو بخاف يخلص هالعمر يبقى بقلبنا هالجرح مفتوح شو بخاف هالجرح مفتوح شو بخاف يخلص العمر ونروح ويبقى بقلبنا هالجرح مفتوح هالجرح مفتوح الباب يرقص لصوتك يرقص يرقص صوتك عم بتدوزن الجيتار هلا <applause> بما انك من من منيحه من ضيعته ل الكبير راح لوديع الصافي بدي أعمل لك خلفيه موسيقيه <تصفيق> <تصفيق> راح تغني لوديع الصافي لا ما بغني بدنا نشوف قدراتك الصوتيه وديع الصافي مثل ما, ما لقيتي قدرات صوتيه الا وديع الصافي مثل ما انت بتعمل تيست للناس اللي بيطلعوا معك وللمذيعات فبتعمل لك تيست بصوت وديع الصافي شوفي وديع الصافي الاستاذ الكبير اللي بنفخر فيه بضيعتنا وببلدنا والعرب بشكل عام كان يقول عنه محمد عبد الوهاب رحمهما الله كان يقول هذا يملك صوته بيده ويقولبه كيفما شاء كان اعلى الطبقات واخفض الطبقات انا كنت دائما اتخيله بس اطلع على نيحه لازم تعرفي ضيعتنا مم. مثل الصوت مثل النهر مثل الجبل مثل السماء مثل النجوم مثل الرعد مثل البرق في كل انواع الطبيعه بهيدا الصوت وكان جارنا وانا بحبه كثير هلا بيحكوا قصه هلا رح له <applause> بيحكوا قصه عندنا بالضيعه كثير مهدومه هلا ما بعرف اذا مزبوطه ولا لا بس بتضحك انه كان يطلع ياخذ معه اصحابه ويعملوا سهره انه يعزف على العود ويغني وكذا، فهي مش عارفه مش سامعه لا بالغنى ولا بالعود، ما بتعرف شو يعني الغنى اصلا، فتقول لهم لك, <applause> 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 لك من هو هيدا اللي عم بيطقطق فوقنا؟ شو راح ما راح غني ليه؟ بس عزل. لبيروت؟ انت صوتك حلو قالوا لي صح؟ لا ما كنت عارفه انه بتصدق كل شيء قال لك لا صوتك حلو ولا معاشك عالي ولا مبسوطه بالشغل شو مين قال لك بالعكس مبسوطه, كثير مبسوطة بالشغل؟, بالشغل. معقول كيف قلت لك تحت الهواء انه مبسوطه بالشغل؟ <applause> زي كتير حابين كيف عم تعزف <applause> قلت لنا بالتقرير انه قلبك بيدق وقالت لك بتحبك عم تعزف له اكيد تستاهل معروفة بدك نحكي عن الكتاب معروفة إذا بتقولي لي مين بتحبي بقول لك مين بحب فورا على الهواء أنا وياك شو بدك الاسم العائلة أنت اعترفي لي وأنا بعترف لك شو التفاصيل اللي بدك شو رأيك نحكي بالكتاب؟ <applause> تدمير العالم العربي وثائق الغرف السوداء هيدا الكتاب صار لي عم بشتغل عليه 3 سنين وثيقة من هيدا الكتاب عدة وثائق فيه كنا نحكي عنها سريعا يعني يعني قبل مثل... ما نختم لأنه طحشنا هي. على الوقت مثلا قصة قتل العقيد معمر القذافي <applause> ليش صارت؟ هل صارت مشان الحريات والديمقراطيه ولا كان في صفقات وراها؟ ليش قتل وزير النفط الليبي؟ قال غرق الد... بنهر الدانوب وهو <applause> ماسك كل الوثائق هاي وحده، ليش في دول معينه دمرت؟ هل كانت للحريات والديمقراطيه ولا لا؟ في شعوب صارت لا شك لاجل خبزة والقمع والاضطهاد وهيك، بس في اسباب كبرى نحن كعرب لازم نعرف شو صار، تاني شيء سمر يعني بشكل كبير في اجوبه تاريخية ب... بهذا طبعا. الكتاب طبعا بعدين في شيء اخطر م. من هيك، نحن شو وضعنا بالتكنولوجيا بالعلوم بالمعارف الكبرى م. بالعالم، نحن لا ننتج شيئا ومقبلون نحو امة في طور الانقراض، إذا ما بننتبه للمخاطر الكبرى، بالكتاب في شرح كثير كبير، في وثائق تنشر للمرة الأولى، في إحصائيات، في دراسات، أنا بتمنى كل عربي يقرا إذا ما قدر يشتري يعني أنا ما بعمل كتب للتجارة أصلا يعني وفي جزء كبير منها بيروح بدون ما نحكي لوين بس أنا بتمنى كل عربي يستطيع أن يقرأه يقرأه والمش قادر يقرأ أنا بقدر بأمنه بطريقة أو بأخرى فيتواصل طيب معه على وسائل التواصل يعني الاجتماعي لأنه هيدا أنا للأسف وقتنا خلص للأسف بدنا نتودع <applause> بدنا نتودع في كثير تعليقات على السوشيال ميديا للاسف ما ما لحقنا نقريهم بس في تعليقات حدا منيحة في ح... في تعليقات منيحة وفي تعليق إيه؟ انا عجبني كثير إيه؟ ازعجني جدا بتكراره بتكراره انك تعرضين نفسك لخطر الطرد من المحطة وان كنت تريدين زيادة معاشك ما بعرف انا برايي بهذا التعليق عم بتعرضي حالك انا اللي عم بتعرضي حالك اعلامي مثقف ومثقف وعم بحبه وافقك الراي في حدا عم يحضر الماتش برنامج كثير ممتع بنتظرك الاحد ثانك يو جو سوي ليميسيون ديرلاند اه ديرلاند والله اوفير كولتيفي كون كمان انا انا, أنا بدي اقول لك شغله سمار هلا خلص البرنامج انا <applause> كثير بالبادي لانجويج شو يعني انه قربت باخر الحلقه انه محبه <تصفيق> <تصفيق> محبه انا كثير بتشرف انا كثير تشرفت انه طلعت معك وانت حدا بيشتغل كثير على برنامج وشفت قد تعبتي ببرنامج عادي وبنفس الوقت انا بقول انه بتمنى لك التوفيق، وبتمنى انه محطة الاو تي في تنجح اكثر ويضلوا الناس فيها و... وكل محطاتنا التلفزيونيه اللي لازم نعتز فيهم كله ان شاء الله، وبتمنى كلهم يصيروا يشتغلوا اعلام لوطننا بالدرجه الاولى ويكون الانتماء للوطن، وانا بتمنى لك التوفيق وانت صحفيه محترمه ومحبه ومحبوبه، شكرا لك. شكرا يو شهاده بعتز فيها شرف لالي تكون ضيفه، مشاهدينا عم الجمعه الجايه. ايه عم بيعطي عم بيوز خرب بيتهم الله بهاللحظه رح سكره كمان بتتاخر بمواعيدك ما بتاخر ابدا ولا على اي موعد وبكره اللي بيتاخروا علي بالمواعيد بالحلقه رح ارجع اقول ما رح اوكي منيح اوكي بس هو شو صار اكزاكتلي؟ ما صار شيء بكره لك بحلقه ما صار شيء بعد الاستقاله حتمية انه سليمان فرجي رح يكون الرئيس هيدي الشغله، الشغله الثانيه انه اسمعي خليني اخبرك خبريه كتير قويه بهيدا المعنى اوكي ايه بعد ايه بس وبعتبر انه احسن الواحد يعمل حياته بشكل سعيد ما تكون حياته تعيسه بس وما يزعج حدا وما ياذي حدا برجع بعيدة برجع بعيدة خلينا لانه غلبتنا اوكي نحيه